يا الله، سلام عليكم. صباح البندقة، حياكم. تسجيل محاضرة الفيزياء مال كارديو فاسكولار مدري شني. يلا نتوكل. والله خاف اطب البداية لا يطرشونه. ماك اشتغلت رحمة الله. طبعا اكو بالاعدادات هنا خيار. ها والله ما ادري وينه. المهم هاي الططن من يدخل واحد تنسد، بس الدكتورة ما انفعلته. يا قاعد ابغى السالة.
معك متفهم محمد. مرتضى محمود، سد المايك. The recording has started. السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونوا بألف خير. إذا تسمعوني بس يا ريت أحد من عندكم يبين لي إنه يعني الصورة واضحة والصوت مفهوم. عليكم السلام دكتورة جاينة، سمعك. وعليكم السلام والرحمة. أنا طلاب نرحب بكم في المحاضرة اللي هو Physics of the Cardiovascular System، فيزياء جهاز الدوران. أتوقع أنه شفتوا الفيديو، تابعته يعني، فبعض التساؤلات اللي عندكم بس احنا مستعدين ان شاء الله نجاوب عليها، فتفضلوا عين الطلاب اللي عنده سؤال خليه يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام ورحمة. العفو دكتورة، بس بلكي يعني تقرين سلايدات، يعني سلايد على مود احنا نستذكر الأسئلة. اوكي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. دكتور، بالمحاضرة ذاك مال البارت الثاني قلت لنا اللامبيريو ماشي الفلو التدفق هو مالته، قلت لنا هو بشكل سهم وما تكون بها أي تصادمات، أنه تصير بشكل سلس ما بها شيء مو؟ لا منار. إي صحيح. وكو عندنا هذا هنا انا يعني من قريته شفت اكو تناقض يعني بالموضوع، لانه بالبارت الاول قلت لنا السيستم انه تصير هنا عندنا شلون يعني تبدي القلامه مال الدم تتوسع شويه وتبدي تضيق، فهنا يعني حتصير بها ضغط يصعد وحتصير بها تصادمات. قصدك هسه بالسلايد الاخير من المحاضره، احكي لي عن الفيديو اذا ممكن، لانه هو نفس السلايدات اللي عندي على مود اعرف وين اتكلم. هذا القناه مال الدم انت باللايبو اللامبير باللايبو قلت لنا انه الدم يمشي بشكل سلس يعني ماكو بهن اي تصادمات، هي هذا قبل شوي وضحتي. هذا لا لا مو هذا، مو هذا قبله قبله ها؟ بعد اي هذا اي هو ماكو غير. نعم تفضل. اي هذا وضحتينا انه ما بي اي تصادمات، ووضحتينا انه يكون بالمنتصف يعني يمشي بسرعه وبالاطراف يكون يقترب من الصفر، مو صحيح؟ نعم
نعم بس اكو عندنا بهذا المال لحظه سيستولك اللي هي ساستولك باشا من يكون القناه نعم بها شويه انتفاخه يكون بها الضغط مال الدم على الشريان فهناك شويه اكو فد يعني انتفاخه شويه يصير بها اي نعم نعم اي اي فشلون يعني هسه هو يعني يمشي بشكل عادي او انه يضغط على جدران مالتها لو شنو ها قصدك انه هناك الاسهم باتجاه الجدران ايش يعني ايه مو هي ايه اي وهنا انه دا اقول باتجاه هذا الامام باتجاه خلينا نقول اللينث مال الارتري او التيوب ايه مو يعني هناك الاسهم تشير الى البريشر ايه اتجاه البريشر القوه المسلطه من البريشر يعني من البلاد او من الليكويد الموجود على الجدران الداخليه هذا لا قصده وليس اتجاه المولكيولز اتجاه القوة فقط اتجاه القوة يعني ما راح تصير تصادمات بهالحالة يعني لو شنو؟ لا بعد ما تخرج من الفالف راح يصير تصادمات بعد الفالف مباشرة اكو تربولنت فلو في المنطقة اللي حكيت عنها هسه انت اكو فعلا تربولنت ليش؟ لانه الصمام منطقة ضيقة والسرعة كلش عالية نتيجة ضخ البطين الأيسر إلى عن طريق هذا الفالف الصمام راح يصير سرعة عالية إذا هي تجاوزت كريتيكال فيلوسيتي وبالتالي في تلك المنطقة هو تيربولنت لكن بعد ما يمشي باتجاه الشرايين العادية راح يكون لم إنر ماكو مشكلة لأن سرعته راح تقل ها واضح ما واضح راح يكون واضح أي نعم واضح مشكور دكتور يا أهلا نعم طلاب لسه ما عرفتوا زميلكم قال انه ابدي سلايد ما راح اشرحها بس اللي عنده سؤال خليه يطرح عليه يعني مثلا هذا السلايد الاول اذا السلام عليكم دكتور وعليكم السلام والرحمه دكتور الاكزامبل على صفحه 2 ممكن توضح لنا اياه مال بلود سيركيليشن الكيمياء صار شكرا دكتور يا اهلا وسهلا انا طلاب بالنسبه للبلاد سيركيليشن احنا نانا من دا ندرس فيزياء الكارديوفاسكولار سيستم ركزنا طبعا اكثر شيء على البلاد ليش لانه البلاد هو المكون الاساسي مين كومبوننت اوف ذا كارديوفاسكولار سيستم طبعا الفينز وهذا هو الارتريز هي عباره عن ترانسبورتيشن سيستم هو جهاز نقل ينقل البلد اللي هو قلنا الشيء الأساسي والمهم في جسم الإنسان لأنه على أساسه يتم نقل الغازز المطلوبة لجسم الإنسان من ضمنها الأكسجين وكذلك النيوترانس الهرمونز وغيرها من الأمور اللي تمشي عن طريق البلد البلد إلى ماس إلى كتلة يعني نقدر نحسب كمية الدم مثل ما نحسب كمية الهواء بالرسبيراتوري سيستم ممكن نحسب كمية الدم الموجودة بالكارديوفاسكولار سيستم اللي هي تقريبا تساوي 7% of the body mass يعني إذا عرفت كتلة جسمي شقد أضربها في 7 على 100 راح تطلع لي القيمة اللي تطلع هي عبارة عن blood mass يعني quantity of the blood inside my body شقد اكو دم عندي اذا هذا تعتمد بشكل اساسي على بادي ماس كلما كان اكبر كلما كان كميه الدم اكبر وهي طبعا منطق لوجيك هذا انه البادي ماس كلما اكبر اذا الكتله العضليه اكبر اذا امور ستراكشرز كلها اكبر تحتاج الى بلد اكثر زين هل يتم توزيع البلد كوانتيتي بشكل متساوي بين التو سيركوليشنز اللي هي الدورتين الصغرى والكبرى عندنا البلمونري وعندنا سيستميك سيركوليشن هل يتم توزيع الدم اذا اعتبرت انه هو الكلي هو 100% زين ايش قد نسبه للبلمونري وايش قد نسبه للسيستميك البلمونري مثل ما انطينا المعلومه بالريسبيراتوري سيستم انه هي عباره 1/5 of the total quantity of the blood اللي هي يعني خمس معناها 20% والمتبقي يروح للسيستميك سيركوليشن اذا هنا لو تلاحظون 20 وهنا 80 مجموعها تساوي 100 اوكي اذا عرفت ايش قد الكتله الكليه اللي هي كتله الدم الكليه هي 4.5 اذا اقدر اعرف بالبلمونري سيركوليشن ايش قد اكو اللي هي 20% من ال 4.5 بالكيلوغرام
الآن نأتي أنه البلمونري سيركوليشن، أي واحدة من ذني الدورات هي تحتوي على ثلاث أجزاء المسارات اللي هي arteries, capillaries والفيانس. أوكي، الدم كلها يجري بذني كلهن، لكنه كل واحدة من عندهن لها وظيفتها. الارتريز تنقل الدم المشبع بالأكسجين، طبعا هنا البلمونري يكون مشبع بالأكسجين. لا هنا أنا أتوقع من ناحية تشريحية أنا ما أقدر أستحشي بيها، وما أعرف اللي تودي يسموه وريد الأشريان اللي يودي للرئة، هاي بعد ما أدري بيها طلاب يومكم شغلكم هذا. المهم وسائل النقل اللي هي تودي وتجيب الدم، خليني أختصرها أفضل لي. الأرتريز والفينز تأخذ تقريباً 93% 93% of the pulmonary blood، يعني 93% من الدم اللي يروح للدورة الدموية الصغرى للرئتين هو في وسائل النقل بالتيوبات اللي تودي وتجيب. الفعلي واللي يتم بي غاز اكستشانج بالرئة هو فقط 7%. زين، نقطة أريدكم تنتبهون عليها كلكم، من آن سلو تجمعون 46.5 و46.5 و7 ايش راح يطلع لي؟ يطلع لي 100 100 باعتبار اذا شنو؟ باعتبار هاي 100% وهذني اجزائها، يعني لما تردون تطلعون النسبه الفينز بلود اوف فينز ضمن البلمونري سيركيليشن تعتبرون هاي 100. وكذلك بالنسبه للسيستميك سيركيليشن اللي هي ايضا تتكون من الارتريز والكابيلاريز والفينز، تلاحظ انه 10% فقط في السكند الوحدة، في الثانية الوحدة هي اللي يحدث بها تبادل الغازي والنيوترانس اللي between blood and different cells، كل الخلايا موجودة بالجسم. أيضا لو نجمعها راح نلاحظ أنه قيمتها 100 وليس 80، 80 relative to blood circulation total blood circulation، لكن من ذني أجمعهن باعتبار أنه هذا أخلي قيمته 100% وهذه تقسيماته. هاي وين تفيدكم المعلومة على مود بحلول الأسئلة اللي أنا مضغتكم بها example عمود تعرفون كيف نطلع كمية الدم في كل جزء من أجزاء جهاز الدوران الخاص بينا، كل واحد وجسمه ووزنه. طلاب هذني لازم يعني تحفظوهن عليكم 15 والعشرة، وهذني كلهن لازم يعني معلومة حلوة تبقى ببالكم هاي، فلازم تحفظوها طلاب عليكم هاي. اللي ممكن بالامتحان يعني اللي تحتاجه هو بدي ماس فقط، واللي يعني نعطيكم يعني إن شاء الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة. زين هسه دكتور مثلا إذا أريد أحسب كمية الدم للأرتريز أكو قانون قانون يعني مثلا أطبقه؟ هسه مثلا ذن الإكزامبل المطيفنا ياهن أحس يعني كل وحدة وإلها قانونها الخاص. لا مو قانون خاص، هو من هذا المخطط هو قانون واحد ترى، هي مجرد تضرب في النسبة لا أكثر ولا أقل. طلع يعني مثلا بالمنري سيركوليشن شقد الماس مالته، وهالدورة تضربه في النسبة مال كل واحدة من عدين. إذا تيجي تطلع بالأرتريز تضرب 46.5 في كمية البلاد اللي موجودة بالبلمري سيركوليشن، ما فيها يعني هسه يعني مثلا بالإكزامبل مطيتنا للبلمونريز الكتلة مالت الدم 1.5 أضربه ب7% إذا أريد أجي أجد الكابلاريز، وأضربه ب46.5 للأرتري أو الفين. فعلا هذا مضبوط كلامك صحيح. وإذا شو اسمه وإذا أريد البلاد ماس كون أجد يعني مثلا واحد يوزن الجسم مالته والدور يضربه 7%. صحيح مضبوط مضبوط. مشكور دكتور. يا أهلا وسهلا. نعم طلاب إذا عندكم أسئلة يعني ساتم مو تعتمدون إلا أنا قلب سلايدات، اللي عنده سؤال خلي طرحه مو مشكلة. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة، مرحبا دكتورة. بس بالمحاضرة أقول أكو معلومات ما موجودة بالبي دي اف مثلا مكونات الدم شنو ما موجود يعني يعني إذا تسمع لي إذا اسمك شنو عيني؟ رسول ستار. رسول عيني رسول.
يعني هذا جوابي إليك ولكل الطلبة يكونون على بينة. دائما البرزنتيشن تركيز، يعني هو أنا إذا أريد أطلع كل المحاضرة وما أسوي برزنتيشن، هو ذي شو أوفضها بعد قبل PDF أخلي سلايد أمامكم وأشرحها. دائما البرزنتيشن هو للتوضيح لبعض الأمور اللي يحتاج لها شرح أكثر، يراد لها صورة على مود توضحها، يراد لها فتح حركة معينة، هاي إحنا نركز عليها. لكن اعتمادكم الكلي ومية بالمية يكون على PDF طلاب، فمو شرط كل كلمة موجودة بPDF أنقلها على البرزنتيشن، ولا اللي شيء اللي ما أذكره معناها مو مهم. انتبهوا، مو معناها مو مهم، بس أنا ألاحظ إنه بعض الشغلات يراد لها شرح فأتطرق لها كل شوية هنا، وأكو أمور أمر عليها مرور الكرام لأنه هي واضحة أكثر، هناك واضحة وأدي الهدف يعني، فماكو مشكلة. فطلاب البي دي اف هو الأساس. نعم. هذا دكتور. أوكي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام والرحمة. دكتورة عاد توضحين آخر سلايد بالمحاضرة. آخر سلايد للمحاضرة. إيه شو مرتين اللي هناك؟ شو اسمك عيني؟ مريم هيثم. مريم شلون بشرين؟ يعني هذا كله مفتهمته وبس آخر سلايد. هو بس هذا. أوكي أوكي صار بعيني ماشي. قبل ما نجي لهنا أنا إذن شوي خل أشرح لكم عن البلود فلو. سوري على يعني فلويد فلو بشكل عام على مود أدخل على هذا تكون الصورة كلش واضحة. بالنسبة هنا طلاب احنا قلنا ركزنا بشغلنا ومحاضرتنا على البلود كونه هو ينطينا معلومات كلش مهمة، طبعا وظيفته هي أساسية بالجسم ومعرفة كيف يتصرف، ما هي العوامل المؤثرة به على الخواص اللي يتمتع بها، هاي كلها إذا عرفنا هاي تساعدنا بفهم الكارديوفاسكولار أكثر، فهم جسم الإنسان وكذلك في كيفية العلاج أو طرق تصنيع الأدوية وغيرها، كلها تتعلق بالفهم الأساسي للديناميكية اللي يعمل بها الجسم. فهنا أنا على مود نتطرق للخواص البلود. طبعاً بالسلايدات القبل اللي تبعتكم ما بديت ما سألتوني بيها أكو الخصائص اللي تتعلق صح وفلو بشكل عام إنه التدفق، لكن بما يخص البرشار واللي يخص الكروس سكشنال أريا يعني إذا كان شريان كبير صغير، الفيلوسيتي أوف بلود داخل هذا الشريان، هاي كلها مواصفات، والفيسكوسيتي طبعاً إذا كانت بيلو زوجة أو ما بيلو زوجة. بالسلايدات القبل اللي إذا أحدكم سألني عنها أكيد راح نرجع لها. لما نأتي لهذا الموضوع بعد ما عرفنا الخواص الأساسية هنا نقول إنه البلود هو دا يجري وإلى ضغط وإلى سرعة وإلى كذا 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 زين. أقدر بشكل عام الفلو مالته أصنفه أقول هذا الفلو هيك نوعيته هذا كذا نوعيته بدون ما أدخل للتفاصيل الديتيلز اللي تتعلق بالنيش القيم فراشر وغيرها، أقول إيه أوكي نقدر إنه أعطي تصنيف لنوعية الجريان أو نوعية التدفق اللي يتمتع بها البلد. فلهذا السبب لازم عندي فد باك جراوند فد أساس أو فد قاعدة معرفية بسيطة عن الفلويدز وأنواعها بشكل عام إلى أن نوصل إلى البلد وشنو تأثير نوع الفلو على عمل البلد. مبدئياً نقول there are two types of fluid، هناك نوعين من الموائع. الموائع احنا قلنا يا اما تكون غاز او ليكويد، احنا صح شغلنا بالليكويد بس هي هاي القوانين دا نحكيها ترهم على المواد الغازيه، الحاله الغازيه والحاله السائل. النوعين هي ايديال فلويد وريل فلويد. من اسمها ايديال، الايديال المثاليه. احنا دائما طلاب احنا كفيزيائيين الجماعة الانجينيرينج أيضا الهندسة نخلي موديلات لحالة معينة نريد ندرسها، ظاهرة بالطبيعة تخص جسم الإنسان تخص الفضاء تخص شيء آخر بأي شيء بأمورنا الحياتية نخلي لها موديل. هذا الموديل دائما نخليه مثالي. شنو مثالي؟ يعني بضوابط، هاي الضوابط طبعا ضوابط مجموعة ضوابط اللي هي حقيقة الأمر
ما يصير تجتمع كلها، أو ما ممكن أنها تجتمع كلها على الظواهر الطبيعية الموجودة في حياتنا اللي إحنا ندركها ونتحسسها. لكن الهدف من هذه الثيوريز اللي ايديال تكون هي أنه نخليها نقطة مرجع لنا، يعني المفترض الحالة المثالية هي شيء، والدورة أي شيء آخر ظاهرة نريد ندرسها ننسبها لهاي الحالة المثالية، إذا هي نقطة مرجع سرنا. لهذا السبب بالفلويد أيضا قالوا يابا خلينا نسوي في نقطة مرجع اللي هي ideal fluid، المائع المثالي. ما هي هذا المائع المثالي؟ No, it hasn't internal fractional forces، لا يمتلك قوة احتكاك داخلية. شنو قوة احتكاك داخلية؟ قوة الاحتكاك الداخلية اللي أقدر أسميها أطلق عليها الفيسكوسيتي اللزوجة، اللي هي قوة احتكاك تربط يعني ما بين حركة جزيئات الوسط. يعني for example عندي water، water جزيئات ماء، هو متكون من جزيئات ماء، هذه جزيئات الماء إذا كان ما بي fractional forces، هاي fractional forces قوة الاحتكاك. طبعا احنا ندري قوة الاحتكاك شنو، شو تحول الطاقة، احنا كل منظومة الى طاقة محددة، اذا انوجدت قوة احتكاك داخل هذه المنظومة معناها راح يصير عندي فقدان بالطاقة على شكل thermal energy، على شكل طاقة حرارية. اذا هنا لما نقول no internal fractional forces، لما اقول ماكو قوة احتكاك داخلية معناها there is no viscosity، no ماكو لزوجة، and there is no losing in the energy or total energy، إنه ما عندي أي فقدان بالطاقة. قلنا ideal، لا تسمعوني دا أحكي بالideal. إذا ماكو فقدان بالطاقة وماكو قوة احتكاك داخلية. All particles flow in parallel layers، كل ال particles والmolecules مال هذا المائع بالideal fluid مفترض تمشي واحدة بصف الثانية، بس واحدة ما لها علاقة بالثانية، كل واحدة ما تشوف أحد غيرها، بس هي تباوع مسار خط مستقيم أمامها وتمشي به، انتهى. لا تباوع بصفها، لا تباوع منها، لا تباوع منها، لا تتفاعل مع شيء آخر. هاي موجودة وين؟ بالideal fluid. من الصفات الأخرى للideal هو all particles have equal velocity، كلها كل الجزيئات الوسط تحمل نفس السرعة. Mechanical energy is conserved، اللي هي total energy نفس الحكاية عنها، إنه لو أكو fractional معنى أكو فقدان بالطاقة، بما أنه ماكو هو احتكاك إذا ماكو أي فقدان بالطاقة. وإحنا من نعرف إنه كل هذه النقاط بالواقع اللي نعيشه إحنا ما موجودة. هاي idea. زين خلنا نجي نشوف السائل real fluid اللي هو الموائع اللي غازات أو السوائل اللي إحنا ندركها بحياتنا اليومية ونعيشها، واللي يكون على تماس بها مباشر. شنو انحرافها أو اختلافها عن الideal؟ أول شيء there's internal fractional forces، ماكو مائع، ماكو غاز، ماكو liquid ميمتلك قوة احتكاك داخلية، لأنه الاحتكاك ما بين جزيئة وأخرى لابد من وجوده. لكن طبعاً إحنا سميناها viscosity، تنتبهون internal fractional forces هي نفس viscosity اللزوجة. ممكن في بعض السوائل تكون viscosity قليلة جداً، وفي البعض الآخر يكون viscosity عالية. إيه هاي ممكن صحيح بشكل نسبي، لكن هي لابد من وجودها. يعني for example عندنا water، عندنا oil، viscosity بالoil تكون أكبر، fractional forces بالoil بالزيت تكون أكبر أكيد. لهذا السبب نشوف طبعاً إحنا لو نريد نعطي معنى آخر للفيسكوسيتي، هي معناها الممانعة ضد سير التيار، سير الليكويد أو الفلويد، الممانعة اللي تخليه تحاول توقفه، هو الفيسكوسيتي، هي نفسها fractional forces. اختلاف قلنا الواتر تكون فيسكوسيتي قليلة مالته، أما الأويل تكون فيسكوسيتي عالية، لكن اثنين يحتوون على الفيسكوسيتي. هذا الريل فلويد، هذا الحقيقي. هذا زين. الخاصية الأخرى all particles flow with intersect، شنو معناها؟ معناها من يمشين مو بخط مستقيم واحدة ما لها علاقة بالثانية، لا، هناك تقاطعات، هناك تصادمات موجودة ما بين different molecules different particles. النقطة الأخرى
The particles have different velocity, different velocities. The particles تمتلك سرعة مختلفة. يعني شنو؟ يعني مو كلها مثل ما قلنا بالأيديال تمشي بأمان الله وما لها علاقة بالدنيا كلها. لا، هنا واحدة تقريبا تباوع الثانية، فتأدي إلى أنه مثلا بالوسط تصير سرعته أكبر، واللي بصفها بنتيجة قوة الاحتراق باللزوجة راح تكون شوية سرعتها أقل، وهكذا إلى أن توصل لقريب الجدران تكون سرعتها كلش قليلة. السبب أنه قوة احتكاك هم موجودة ويا السائل من الاتجاه ومع جدران التيوب أو الإنبوب أو الفزر باتجاه الآخر، فتكون تقريبا شبه واقفة تقريبا يعني، أو حركة جدا بطيئة. فإذا هناك different velocities اللي تختلف هنا equal velocity. نتيجة لكل هالأمور أكيد النتيجة تكون mechanical energy is lost. أكيد هناك راح يكون فقدان بالطاقة، لأن هذه الاحتكاكات وهذه الهوس اللي تصير هنا هي نتيجتها راح تتحول إلى thermal energy، إلى طاقة حرارية، اللي هي معناها فقدان بالطاقة الكلية للمنظومة ككل. هاي يسموها منظومة، نظام، system. زين، بعد وين احنا نريد نوصل للبلاط ترى؟ يعني سألنا دا احكي real fluid بشكل عام. real fluid يتقسم أنواع الفلابي إلى قسمين، اللي هي يا أما لامينار يا أما تيرفولت. لامينار اللي هو الجريان الانسيابي، من اسمه انسيابي، حلو، انسيابي. وتيربولنت فلو اللي هو الجريان المضطرب الاضطرابي، من اسمه اضطرابي معناته شيء هوس، من التسمية هي تأشر لنا. زين، خلينا نفهم كل واحد شنو اختلافه عن الآخر، عن مود أوصل للتارجت مالته. إذا شوفوا بلاط شنو قصته هذا. لامينار من خواصه فلو without intersect، تمشي جزيئات الوسط بشكل متوازي، ما وحدة تروح على الثانية، يعني كأنما كل وحدة تمشي بمسار إلها، خط مستقيم بأمان الله، مرتاحة، ماكو إشكالية من جيرانها المنا أو المنانة، فيسموها without intersect. بس العفو، زين زين، هنا أنت مو قلتي إنه هن باللامينار راح يصير عندي تقاطع. زين، هي مو أصلاً جزء من الريل فلود؟ والريل فلود إحنا قلنا شو اسمه؟ شلون يعني؟ لا، جزء من شنو؟ جزء؟ إحنا هي مو، إحنا مو قلنا هي هاي اللامينار جزء من الريل؟ زين، إحنا هناك الريل إيش قلنا؟ إيه، الريل إيش قلنا؟ قلنا شو اسمه يصير بيها انترسكت، بس هاي اللامينار ما يصير بيها، ليش يعني؟ مو ما شوف، مو ما يصير بيها نهائيا، هو ما عندي حاله مثاليه، يعني ذيش الحياه الايديال والله افتهمنا انه فلويد، انه حاله مثاليه المطلقه، لكن هنا احنا دائما اي فلو طبيعي حقيقي، يعني سواء غاز لو ليكويد، لما اقول عنه مثلا شوف، خلو اوصل لك الفكره. الواتر بي فيسكوسيتي، بس بعض مرات في حالات معينة أقول ما بي فيسكوسيتي. ليش؟ لأنه فيسكوسيتي مالته صغيرة جدا، ما كلش مؤثرة، فأقول إنه ما بي فيسكوسيتي مقارنة، يمن أقارنة بمادة مثلا فرضا المربى، فيسكوسيتي وين والووتر وين، فذاك يعني كأنه ما أصفره. يعني هسه اللامينار بي، يعني هو بي انترسكت، بس بي بس شيء كلش قليل وما مؤثر، فكأنما نشيله نتجاهله، هو تجاهل، مسألة تجاهل لا أكثر ولا أقل، وما ماكو شيء يعني تماما، هيك تردين كرة الدم الحمراء، هيك شيء تمشي وما له علاقة بصاحبته، ماكو هيك شيء. بس احنا نقربه دائما لشيء نقدر ندرسه. إذا أنا هاي متغيرة وذيك متغيرة، ما أقدر أدرس، ما أقدر أسوي رياضيات، ما أقدر أسوي اشتقاقات. دائما احنا نقترب، بس مو فت عليها تماما، بس نقترب من الحقيقه. هاي هذا العلم، هو هيك يشتغل طبيعه العلم. زين، the velocity is great at the center and decreases to zero at the wall. من مواصفات اللامينار فلو انه بالسنتر السرعه تكون اكبر ما يمكن، وبالحواف اللي قريب الجدران internal wall راح تكون السرعه اقل ما يمكن. في بعض الاحيان يعني يقولون عنها تصير صفر، هي ما تصير صفر تماما، يعني سألو فيديو ولا ما مخليتكم هنا لأن السايز يصير كبير مال التسجيل إذا أريد أخليه.
لو ناخذ مقطع طولي من شريان وصورة حقيقية يعني لكريات دم حمر دا تمشي طبعا وياها السؤال في البقية كومبوننتس أخرى مال البلود، نلاحظ أنه فعلا كريات الدم الحمر تمشي بسرعة كبيرة بالمنتصف، وهنا قريب الجدران تكون بطيئة جدا. أنا قال أخو قال تزيرة هذا وال، لكن حقيقة الأمر لو أجي أعكس على البلود شغلنا ألاحظ أنه يمشي بس كل ساعة يتعثر ينضرب مننا، يمشي شوي ونا تضربه تجي كرية دم أخرى تضربه شوية تطي دفعة وهكذا، بس يصير كلش بطيء هنا وهنا سريعة جدا. فيعني لهذا السبب أقول لك أنه دائما إحنا نقترب وليس فت تماما، لأنه ظاهرة طبيعية هواي فيروس تأثر عليها، من يقدر هي مو خطوط مستقيمة وأقدر أتعامل معها، لا لا دائما أكو uncertainty خلينا نسميها عدم دقة. النقطة الأخرى it's silent. silent شنو معناه؟ ما بي صوت. يعني مثال بور المي من بعض مرات مفتوح بطريقة يكون لامينر هيجي، لما أطلع الصورة الثانية يلا أعرف الفرق. لامينر بعض مرات أنا قاعدة بغرغف وأحدهم أحد اللي بالبيت ناسين يسدون البوري مال المغسلة، بعض مرات ما أقدر أميزه إلا إذا مريت من يمه أشوفه يجوز بالنظر بالعين يلا أعرف أنه البوري مفتوح فأروح أسده. هذا وين أكو حالة أخرى هسه راح أجيها على مدى أقارن. الحالة الأخرى هي التربولات فلو اللي هو نوع آخر من الفلو. هذا شنو قصته؟ الفلو براشر and velocity يعني الضغط مالته، والفلوسيتي واللي أهم شيء خل نركز على الفلوسيتي خل باوعلها شو random variation in both time and space، بما معناه أنه جزيئات الوسط بهذا المائع تتغير بالقيمة والاتجاه، سرعتها بالقيمة والاتجاه. شوف السرعة هنا السرعة اتجاه السرعة هو خط مستقيم تقريبا، أما هنا لا ده يصير دوراني، فتتغير بالاتجاه مرة هيجي مرة هيجي مرة هيجي، إذا صار حركة دوراني أسميها إدي كارنت. وكذلك القيمة يعني هو ما يمشي بسرعة 20 سنتيمتر بالثانية بكل هذا المسار، لا هنا سرعة معينة هنا سرعة شوي أقل يجوز هنا أكبر وهكذا، إذن تكون متغيرة. هاي سميها قلنا إدي كارنت. إدي كارنت أو التيارات، إدي هو الشخص اللي اشتغل عليها، وكارنت هي التيارات تيار التدفق معناها. It has a sound بصوت يولد صوت. شنو هذا الصوت أو كيف تولد؟ بس للمقارنة شوفوا البوري هنا أنا في بعض الأحيان نسمع الصوت وإحنا بغرف نقول انتبهوا شوفوا البوري مفتوح أنا قاعدة بغير مكان، ليش؟ لأن دا أسمع صوت وشة، صوت الوشة هو دا يوصل للأذن ودا أستلمه ودا أعرف إنه أكو مي مفتوح، هذا يدعى بالتربولنت فلو. مثال آخر للساوند والسايلنت، بس خلفتهم أول مرة شنو ليش ساوند صار؟ طلاب الساوند هو ميكانيكال ويف، لو نجي إن شاء الله بالمحاضرات اللاحقة راح نحكي شوي عن الساوند ويف اللي موجة صوتية وكيف يحدث السمع. الموجة الصوتية هي عبارة عن ميكانيكال ويف، موجة ميكانيكية أي أنه جزيئات الوسط واحدة تصطدم بالثانية تكون لموجة. الاضطراب هنا لو تلاحظون هذا الاضطراب هو يولد لي اصطدامات غير، يعني هنا كأنما قلنا ماكو without intersect ماكو اصطدامات، لكن هذه الاصطدامات هي نفسها كونت لي ميكانيكال ويف. ميكانيكال ويف أول مرة كونتها داخل هنا في هذا السائل، ومن ثم قدرت تعبر لأن أوساط الموجة الصوتية ممكن تنتقل عبر مختلف الأوساط وتروح إلى الهواء، و بما أنه التردد ضمن الأوديبل ساوند ضمن الصوت السمعي أو الترددات السمعية هم لقفته وقدرت أسمع صوت المي. هاي بعدين نجيها لاحقا. مثال آخر عمود تقترب الصورة أكثر لكم، شط، هذا شط الكوفة، من أوقف على الشط ما أسمع أنه صوت مي، سمعون شيء؟ لا ما اسمع، الا اذا رحت للجرف كلش وجي حطيت اذني كلش يم الحافه يم الصخور والاحجار وما اعرف ايش يجوز اسمع شويه جريان مي، بس انا من واقفه فوق على الشارع وهذا كلش ما اسمع، هدوء. لكن يمن اجي يم شلال ونفس المي بس الشلال تربولنت فلو، صوت كلش واضح، صوت قوي، وشه كلش قويه نتيجه
الاضطراب الفلو المضطرب، نتيجة الجريان المضطرب. زين، كل هذا وأريد أفتهم هذا شنو علاقته بالبلد؟ ليش دا نحشي فيزياء؟ أقول أوكي، هاي المفاهيم الأساسية فهمناها، هسه نروح على البلد. طبعا هاي راح أعبرها، إلا إذا سألتوني ما مفتهميها هذا شيء آخر، بس هنا أنا أيضا نعتمد على التربلنت فلو وعلى اللامنر فلو، نسمع صوت دقات القلب وعلى أساس نحسب البرشرز. هسه راح أعبرها أروح على هذا السلايد. هنا هسه احنا قلنا اكو تو فلوز، اثنين اللي هو لامينار اند تربولنت، وكل واحده من عندها الى سرعه، يعني هو سائل ودا يجري، اذا اكو سرعه موجوده فيه. لكن هل ممكن ينتقل نفس السائل من لامينار الى تربولنت فلو؟ ممكن لو غير ممكن يتحول. اي نعم ممكن. ايش وقت ممكن؟ لما سرعه اللامينار تكبر وتتجاوز قيمة محددة، راح أسميها critical velocity. إذا تجاوزت هذه القيمة ساوتها أو أكبر من عندها، قبل تتحول إلى turbulent flow. critical velocity هي قيمة ثابتة لكل نوع من أنواع liquids or gases وللمنظومة اللي إذا أشتغل عليها، اللي قانونها بهذا الشكل R اللي هو Reynolds numbers اللي هو constant للسائل نفسه، للبلد اكو ار، للمي اكو ار، زين قيمته 2000 3000 9000 وهكذا. ايتا اللي هي الفيسكوسيتي اللي هي لزوجة الماده، البلد فور اكزامبل هنا، وعندنا الرو دنسيتي والار الراديوس. نحسب هذه القيم كلها ونشوف قيمه الكريتيكال فيلوسيتي. فأنا تصير عندي معلومه الدم فلو سرعه او الفيلوسيتي اوف بلود إذا اتجاوزت فرضاً قيمة محددة، فرضاً سأني أحط لكم رقم من يمي خيالي اللي أقول 30 متر 30 سنتيمتر على سكند. إذا سرعة البلد كانت 29 سنتيمتر على سكند فهو لامينر. إذا زادت السرعة مالته فراح يصير تربولنت. يعني واحدة من الأمور اللي سأقدر أطبقها، إذا هو فرضاً 29 الطبيعي 29 سنتيمتر على سكند واللي هو لامينر، وإحنا قلنا الكريتيكال هو 30 فرضاً. لا الطبيعي قلنا 29 تابع على أنه معتمد، قصدي على أنه السيستوليك والدايستوليك هو 120 على 80، يعني ضربات القلب طبيعية، الإنسان صحته جيدة، كل شيء ما بيه وهكذا. فرضاً عنده هايبرتنشن، ضغط الدم صعد، ضغط الدم صعد، معناها لو نرجع للسلايد الأول اللي ما عرف ما سألتوني عنه بس راح أتطرق له شوية. السلايد الأول يقول إنه سرعة الدم تعتمد على الفرق between this pressure and this at this point والpressure اللي داخل للرايت أتريوم، يعني من خروجه من البطين الأيسر إلى البطين الأيمن. القوة الدافعة هو difference in pressures. هنا أخذنا الأفرج لأنه عندنا ضغط انقباضي وضغط انبساطي، فأنا أخذ قيمة الأفرج، أقول حالة وسطية أخذها، والنقطة هنا اللي تقريبا 0 مليمتر أجي. الفرق ما بيناتهم هو اللي يؤدي لي إلى حدوث الفلو، وهو يحدد لي سرعة الجريان. فهسه إذا فرضت أنه السرعة هو المفترض بالشرايين لامينار يكون، على مود تجري الأمور بشكل طبيعي يكون اللامينار فلو. فإذا كان تحت هذا الضغوط اللي هي typical value for healthy person ماكو بي مشكلة، هو 100 وهنا زيرة، الدلتا بي هو اللي تأدي لي إلى فلو بسرعة يكون لامينار. الإنسان أو البيشنت اللي يصير ضغط عالي اللي مو 120 على 80، يصير ضغطه مثلا 170 على 110 يصعد، فالافرج مالته هم يصعد يصير 140 150 ما اعرف ايش قد. المهم فالديفرنس بتوين هاي النقطه اللي هي تقريبا 150 صارت بدل ما 100، وهنا انا صفر دائما، فصار الضغط اكبر، اذا السرعه راح تزداد. دا شوفوا شنو، لان هنا أنا سرعه الفلو تعتمد على الدلتا بي، بما انه السرعه زادت اذا راح يتحول الفلو from laminar to turbulent flow. وهذا عليه متعلقات او
نتائج غير جيدة للجسم. وين نشوفها؟ هسه نجي في هذه، شوفها هنا في اللحظة طلاب. أتمنى أنه أنتوا وياي يعني ما صاركم مثليلي، يعني ما تيهتوا الحكي اللي نريد نقوله، أنه أرجع للكريتيكال فيلوسيتي. جماعة الهايبرتنشن اللي صار عندهم زيادة بالضغط أدت إلى زيادة سرعة البلد خلال السيركوليشن، وبالتالي إذا تجاوزت كريتيكال فيلوسيتي راح يتحول من اللامينار إلى التيربولنت فلو. شنو تأثيره؟ خليه يتحول، وإذا تحول إيش صار؟ هسه نجي نقول على سلايد الوراء اللي زميلتكم سألتني عنه. نقول يا بس احنا هذا شريان للشخص طبيعي، قلبه صحيح، شرايينه نظيفه ما بيها مشكله، البلاد المفترض يكون لامينر، طبيعه البلاد هو لامينر بشكل عام. ابو اجى بيشنت اخر عنده مشكله هايبرتنشن، عنده ضغط عالي، شيء من فحصه لقوا انه عنده تصلب شرايين هي اللي ادت الى ارتفاع ضغط الدم. زين، وبعدين يعني ايش صار؟ يعني هو البلاد موجود، البلاد بالشريان؟ اقول لهم لا، هو اكو بلاد بس الاليه مالته راح تتغير، تاثيراته راح تتغير. كيف تتغير؟ بالشكل التالي، عندي هذا الشريان نفسه للبيشنت وهذا الكوليسترول، شبيه الار، شبيه الكروس سكشن اريا قل، يعني المسار قصف هنا صار ضيق. بما انه ضيق اذا صار الفلو كبير اعتمادا على برنولي ايكويشن، لان انتم يعني ما سالتون عن برنولي بس المهم نرجع له، مو مشكله لاحقا. انه من قل المسار الضيق صار السرعه زادت، من زادت السرعه اذا عبرت الكريتيكال فيلوسيتي وبالتالي تحولت من لامينار الى تيربولنت فلو. لو اجي اشوف كل واحد هو الفلو مالته بالنسبه لهالحاله، قلنا لامينار، انه اشوف اذا فرق الضغط فور اكزامبل السيستوليك والدايستوليك بريشر اللي يسلطها القلب، اذا كان فرق الضغط شيء معين راح ينطيني فلو معين هنا. وفي حاله التيربولنت ايضا فرق الضغط ينطيني هنا هما تنفذ فلو معين. زين، هسه واحد يقول لي اوكي هي بالحالتين انطانا فلو، شنو المشكله؟ لعاد اقول له الفرق بالفلو هو هذا المشكله. لو اشوف هنا باللامينر اللي هو الترتيب الطبيعي للشرايين والجهاز الدوران، لو فرق الضغط كان هاي المسافة، هاي دلتا بي، هاي قيمته، أسوي إسقاط قد قيمة الفلو، هاي قيمة الفلو. طلاب ويا دا سمعوني، بس أحدكم يوصل لي فكرة أنه دا سمعوني؟ إذا ما نعم هي دكتورة واضحة. أوكي ماشي، فرق الضغط هذا الدلتا بي انطاني فلو هذا كي قيمته. احنا قلنا الحالة الطبيعية هو لامينر، شيء طبيعي وحلو مرتب، وإنسان كل شيء ما بيه، هذا مو مريض. هذا الفلو رب العالمين خلاه انه يكفي انه من يتدفق الدم بهذه الكمية ينطيني الكميات الكافية من الأكسجين والتغذية وغيرها للخلايا. زين، ابو تصلب الشرايين شنو مشكلته؟ ابو تصلب الشرايين خلينا نفترض انه قلبه هو نفس السيستوليك والدايستوليك، خلينا نفترض انه على مود نعرف ليش دا يزيد ضغطه، خلينا نفترض انه قلبه بقى على السيستوليك والدايستوليك التيبيكال الطبيعي النورمال. من نسوي اسقاط على الفلو نلاحظ انه الفلو كلش قليل، صار تدفق الدم اللي يروح للجسم كلش قليل، هذا معناها ما دا يوصل كميات كافيه، معناها ما دا يزود الخلايا بالتغذيه وبالاكسجين المطلوب، ما دا ياخذ السموم اللي تطلقها العمليات الايضيه وغيرها وينقلها ويطلعها خارج الجسم بطرق مختلفه. زين، هاي شلون؟ هاي معناها الانسان كله راح ينتهي. فشي يسوي البلد؟ شي يسوي سوري الهارت القلب؟ يقوم يضخ بعد اكبر، راح يكبر المسافه اللي بين السيستوليك والدايستوليك، راح يذب جهد اكبر، راح يرتفع الضغط العالي. زين، ارتفاع كلش كبير، ليش ارتفع؟ في سبيل يحافظ على تزويد الجسم بالفلو المطلوب. فكأنما خلينا نفترض انه هذا السيستوليك، خلينا نفترضه صار هنا الشفت، فصار الفرق الدلتا بي لازم كبير، القلب لازم يذب جهد كلش كبير ما بين السيستوليك والدايستوليك، ومن اصعد هنا تقريبا ها شويه راح يكبر الفلو، راح يزداد تقريبا اريد اساوي مع الفلو الطبيعي.
لهذا السبب خطورة الكوليسترول، خطورة أنه يتحول اللامينر فلو إلى تيربلت فلو تكمن في مقدار تغذية الجسم بالبلد فلو، هاي مشكلته. فيأذي طبعا هو من يقوم يتأذى، يتأذى القلب يتعب، فلهذا السبب تصير مختلف أمراض القلب الموجودة، تراخي بالصمامات، ما أعرف إيش، عضلة القلب تتعب، ما أعرف صير هواي أمور. أنا مو طبيبة على مود أدخل بهالمجال، بس يعني فتشي أبنورمال ضمن شغل القلب. لو نجي هنا الصورة الأخيرة نقول obstructed vessel يعني معناها الشرايين اللي يصير بيها obstruction، فغلق جزئي بسبب مو شرط إلا كوليسترول ومواد دهنية، قد يكون مرض يؤدي إلى تضخم مثلاً بجدار الشرايين، أو بسبب حادث معين، بسبب أياً كان الأمور الطبية اللي أنتم إن شاء الله تكونوا مختصين بها. may not able to deliver، ما يقدر يوصل التدفق المطلوب. ليش؟ لأنه تشوفون هاي المنطقة هاي اللي تكون نظيفة ومرتبة فيكون لامينر طبيعي، لكن من يوصل منطقة التضيق هنا راح يتحول إلى تربولنت. ليش؟ لأنه السرعة كانت هنا سرعة محددة، وهنا كبرت، من كبرت اتجاوزت الكريتيكال فيلوسيتي اوف بلاد، من اتجاوزتها صارت تربولنت، راح يصير الفلو اوف بلاد، كمية الدم اللي يزود بها الجسم قليلة، راح يؤدي إلى chest pain and maybe heart attack، إلى سكتة قلبية وغيرها. ليش هنا؟ لأنه blood flow هو شنو heart attack؟ ذبحة صدرية سببها أنه ما يوصل الدم لجزء معين من عضلة القلب، يؤدي إلى موت خلايا تلك المنطقة من القلب، وبالتالي القلب يصير معلول، يعني مو سليم، بيه جزء ميت ويحاول يشتغل ويغذي الجسم، فيكون على حساب قوته وضعفته. وضحت عيني طالبتنا العزيزة شنو سؤالك وشنو هذا السلايد؟ اين عندي الصورة وضحت؟ ماشي، شنو عندكم أسئلة أخرى طلاب؟ السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام والرحمة، يا أهلاً، أهلاً وسهلا دكتورة. بالسلايد مال blood pressure and capillary system دكتورة، أمس صارت عندنا مناقشة، يعني ليش هو بدأ من الصفر التقدي؟ ها يلا جاوبوني. يعني دكتورة بس هو هنا من دخل إلى left atrium الدم، هنا الدم هنا غير مؤكسد، يعني من اندفع من أجل left ventricle راح يندفع مباشرة بالكامل من هو دم غير مؤكسد، راح يندفع قبل إلى البوليمر سيستم إلى الرئة على مود يتأكسد، فما يبقى هنا دم بالليفت فنتركل. زين، يعني خلنا أناقشك شوي إذا ممكن، يعني إذا تسمح لي. يعني الليفت فنتركل يعني الدم الطالع من الليفت فنتركل يروح للسيستمك سيركوليشن، يعني للدورة الدموية الكبرى، معناها للجسم كله وليس للرئة. الرئة دي رايت فنتركل. يعني دكتور هذا الدم مؤكسد هنا بالليفت فنتركل؟ هذا مؤكسد، بس هو يعني خل اقصر لك الطريق شوي على ود لا تدخل في شيء شويه بعيد عن الموضوع. ما له علاقه مؤكسد او غير مؤكسد، عوفك مؤكسد او غير مؤكسد ما له علاقه بي. انا دا احكي طبعا هذا تقريبا هو همتين يرهم على الدوره الدمويه الصغرى، ماكو مشكله. يعني نفس البيهافير، نفس التصرف، نفس الترند، التوجه مالته. أنا هنا دا أقول إنه هو الفنتركل بشكل عام. ليش مرة يصير زيرو مرة يصير 120؟ زين، خلي أنا شوية خل أشرح لكم، والتساؤل هذا نطرحه مرة ثانية، بلكي أحد ما عندكم يعرف الإجابة، بس خل أشرح شوية. دكتور أعلن عن المقاطع هذه دولة. نعم تفضلي. هو لما القلب فارغ من الدم الضغط مالته زيرو، لما راح يملي من يملي بالدم راح يصعد الضغط ل 120، وكذلك راح يصير كونتراكشن، راح ينزل يعني ينفرغ القلب من الدم وراح ينزل الضغط للصفر، وهكذا. هذا يعني رأيي. اكسلنت، عافية، عاشتيدش. شو اسمك عيني؟ كوثر صاحب. يا اهلا كوثر، مضبوط كوثر، جوابها 100 100 صحيح. طلاب
هنا هو الدايجرام هذا أو الكيرف يمثل لي تصرف أو سلوك ضغط الدم. انتبهوا علي، ضغط الدم وليس شيء آخر. الدم شلون يسلط ضغط على جدران الشيء اللي هو موجود به، ضغط عالي وضغط واطي. طبعا أنا من أقول أنه يسلط ضغط على الجدران اللي به هي ناتج من هذا الضغط، ناتج أنه الجدران اللي تحتوي تدوس عليه، من الدوس عليه تضغط عليه يصير بها contraction، يصير بها تقلص أو انقباض، فهو يسلط قوة مساوية باتجاه العلب باتجاه الجدران اللي هي الضغط. زين، نجي هنا أنه الكير بي اكس واي اكسس. الاكس يمثل لي مسار مع السيستمك سيركوليشن، سايكل واحدة، دورة واحدة، اللي هو من اللفت فنتريكل بعدنا داخل اللفت فنتريكل إلى أن تطلع الأورتا أرتري، ومن ثم تروح للأرتريز أي الشرايين الكبيرة، ومن ثم الأرترياليز اللي هي الشرينات بالعربي، ومن ثم تروح للكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية الدقيقة اللي موجودة اللي هي تكون in touch with the cells ويا الخلايا، ويحدث فيها تبادل غازي وغيره من الأمور، ومن ثم تقوم تتجمع وتتجه بتكون أوردة وريدات وغيرها من الأمور، وإلى أن توصل إلى الرايت أثريوم اللي هو الأذين الأيمن. لو تلاحظون أنه هذا الانترفلز، هاي الانتقالات أو هاي الديفيجنز، تقسيمات، هاي التقسيمات طلاب ما نقصد بها المسافات الحقيقية، يعني مو الأرتريز مسافتها منا لهنا والأرترياليز مسافتها منا لهنا، بالعكس لو أدي أشوف الليف فنتريكل اللي هو حجمه قد قبضة اليد، يعني قد القطر مال البطين الواحد ما تتجاوز يجوز سنتيمين أو سنتيمين ونص في الحدود، ممكن يعني أنا ما أعرفه بالضبط بس في الحدود هاي. لو نجي للكابيلاريز تلقاها بآلاف الكيلومترات يجوز، لو نخلي شريان شعري ورا شريان شعري نشكله راح تصير بالكيلومترات ممكن أطوالها. فهاي المسافات اللي نقصدها مجرد إنه هذا أشوف البيهيفير أوف ذا بلاد بريشر، شكل تصرف البريشر، هل هو عالي واطي متموج فلكتويشن بي مضطرب نازل صاعد، يعني هاي مجرد إنه أريد أعرف تصرف البلاد بريشر ضمن هذا القاطع من ال circulation. الواي اكسس هو يمثل لي بلاد بريشر ان مليمتر اتش. سهل، نجي هنا اول جزء من السيستميك سيركوليشن اللي يمثل لي يتمثل بليفت فنتريكل اللي هو البطين الايسر. شبيه نلاحظ انه البريشر زيرو، يصعد 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 يروح لل 120، ينزل من جديد للصفر، يصعد 120 وهكذا الى ان يوصل لل شرايين. منو أي شريان؟ هو الليف فنتريكل، أكو فالف بينه وبين الشريان المتصل به هو الأورتا أرتر والشريان الأبهر، هو أكبر الشرايين بالجسم. من منطقة الاتصال أكو فالف، أكو صمام، هذا الصمام يمنع رجوع الدم إلى البطين. زين، إذن في الوقت اللي يصير به كونتراكشن بالبطين راح ينفتح الصمام حتى يدخل البلد من الفنتريكل إلى الأورتا أرتري، ومن ثم من يخلص كل الدم انتقل للأرتري راح يغلق الصمام على مود يرجع الدم. وين يلقى طريق الدم؟ يكمل لأنه هو تيوب انسد من جهة الخلفية ويقوم يمشي للأمام. أكو قوة دفع اللي قلنا difference in the pressure راح يؤدي إلى سريانة باتجاه الأمام ومن ثم إلى كل أجزاء الجسم. زين، من أول ما طلع للأرتري للشريان الأبهر قلنا أول ضخة من الدم راح تسلط ضغط عالي على بداية الشريان، أول نقطة ما بعد يعني أول مسافة خلينا نقول اللي بعد الفالف. إيش قد قيمة الضغط؟ هو 120 مليمتر أتشي من حسبه. أوكي زين، من هذا الدفق الدم اللي صار، كمية الدم اللي طلعت من الليف فنتريكل أكيد راح تمشي من مشهد ومسدود الفالف، كأنما المنطقة بداية الأبهر صارت كمية الدم الكبيرة اللي إجتها راحت، بس هل هو معناها فارغ تماماً؟ لا، هو ما فارغ. لهذا السبب أكو بي بلوت، لكن هذا بلوت إجت قيمته حسبوها 80. لو أرجع شوية العفو هنا أنا الطلاب بس على مدراويكم إنه شوفوا في حالة عدل، شوفوا هنا في حالة إنه عدل الأسهم هاي اللي هو يلو الرز، الأسهم الصفر تعني قوة أو مقدار قيمة البريشر،
إذا كان هذا بما أنه سهم صغير إذن البرشر صغير، معناها البلد الموجود في كل الأحوال هو يسلط برشر. من حسبوها لقوها 80، سميناها الدايستوليك برشر أو البرشر الانبساطي، الضغط الانبساطي. زين، من البطين الأيسر ضخ كمية الدم في البيت الوحدة في ضربة القلب الوحدة، كمية البلد شوفوا شلون تجي شلون، وبما أنه مرونة طبعا بالشريان أدت إلى أنه شوية ينتفخ بهالطريقة. هذا الانتفاخ جاي من أنه قوة أكبر من هذه الصغيرة الموجودة قد سلطت على الـ internal walls of the artery، على الجدران الداخلية. هذه تعتبر أكبر قوة ممكن تسلط على الشريان ضمن الدورة الدموية، ضمن هذا آلية العمل مع القلب. لهذا السبب راح أسميها الضغط الانقباضي or systolic pressure، واللي يمثل لي maximum pressure. maximum pressure or systolic pressure بالقياس وجدوا أن قيمته typical value طبعا 120 مليمتر أتشي. بس نرجع شوية على هذا، نرجع له فهنا 120 بالأورتا لأنه قريب ما بعد الليف فنتركل 120 نزل صار 80، بالنبضة وراها أيضا صعد 120 نزل صعد نزل. لكن شنو دا أشوف أكو فد شغلة غريبة شوية صارت عندي، دا ألاحظ أنه شو هذا الضغط بدأ ينزل. شنو قصة؟ شو 120 ما بقى 120 و 80 ما بقى 80، اثنين هن بدن ينزلن، الفلكتويشن موجود، التذبذب موجود اللي هو سيستوليك ودايستوليك، ضربات القلب واضحة، أنا سأفتهم أنه أكو ضربة قلب كذا صارت ضربة قلب الأخرى وهكذا، لكن ليش داي نزلن؟ هاي أكو مشكلة هنا أو مو مشكلة بس لازم أعرف السبب. أوكي ماشي، سخل أمشي وأشوف شنو القصة. من دا يمشي وصل للأرتريز الشرايين الكبيرة اللي هي تطل للأطراف، هاي كلها شرايين كبيرة رئيسية، بدأ نزول طبعا فقط بالارتري بالأورتا بالشريان الأبهر هو 120 على 80، لكن لو أروح بقية الشرايين شوية الأبعاد ترى قياس الضغط يصير أقل، راح يصير مثلا 110 على 70 وهكذا. وصلت للشرينات اللي هي الأرترياليز، معناها تفرعات بدأت تصير، معناها دايميترز مال الشرايين بدأت تصغر، من زغرة الزغرة شو بدأ هذا فعلا بدأ يصغر حيل، والفلكتويشن بدأ يضعف، هذا التردد والتذبذب بدأ يضعف. قمت زين إذا حسيت بالسيستوليك والدايستوليك اللي هي قيمة طبعا تغيرت تماما، تغيرت إلى أن أوصل الكابيلاريز الشعيرات الدموية، راح ألاحظ أنه بعد فلكتويشن ماكو، والدم كأنما قيمته ثابتة ما بها تذبذب. لكن شنو ما طول تمشي بالشرايين كل ما تمشي مسافة كل ما تكون أقل 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 إلى أن تخلص من الشرايين، أي صار تبادل غازي، صار نيوترانس انطال للخلايا، خلصنا كل شيء، هسه بدينا طريق العودة إلى القلب، تتجمع من جديد وتتكون الأوردة، الأوردة الكبيرة إلى أن نوصل للرايت أتريام تقريبا البرشر زيرو. هاي الفرق ما بين الزيرو بالرايت أتريام والمية وعشرين بالليف فنتريكل، هذا الفرق الدلتا بي هو اللي يؤدي الى جريان الدم خلال الدوره الدمويه. زين، هذا بالله افتهمته هسه، اوكي شغال انه هذا نزل صعد وشي، بس اكو كم نقطه لازم افهمها. اول نقطه انه ليش قل البريشر، شو ليش يعني شو غريب انه توصل للصفر، ليش يعني هو القلب دا يشتغل خطيه وتعبان تاليها يضيع كل التعب هذا مالته. والنقطة الثانية، هل استفاد من هذا الدايجرام في شيء آخر، معلومات أخرى؟ خلينا نجاوب النقطة الثانية. النقطة الأولى أنه ليش البرشر بدأ يقل؟ حقيقة الأمر أنه البلاد يعتبر viscous fluid، أي أنه سائل لديه خاصية اللزوجة. اللزوجة معناها internal fractional forces، قوة احتكاك داخلية، واحتكاك الداخلية معناه شنو؟ تتحول من طاقة ميكانيكية، لأن الاحتكاك هو حركة ما بين جزيئات، يعني ميكانيكال انرجي تتحول إلى ثيرمال انرجي. شلون احنا بأيام كنا حتى بأيام البرد أو كنا جهال، أتذكر أيام المدارس نص صباح المدير كان يقول لنا أيام برد يقول انتوا حكوا إيديكم كيف بكيف حكوها على مود تدفون، أي أنه الاحتكاك يحول الميكانيكال إنيرجي إلى ثيرمال إنيرجي. ثيرمال إنيرجي راحت اللي تنبعث واللي شوية ترفع درجة حرارة الجسم، إذن دا يصير نقصان بالطاقة الكلية، يا طاقة الأقصد بيها الطاقة اللي يحملها الدم
الدم هو كيان، هو جسيمات، من تمشي عندها total energy. هذه الانرجي تتضمن كاينتك انرجي طاقة حركية زائدا potential energy طاقة كاملة. البوتنشال انرجي تتمثل نص ام في سكوير اللي هي العلاقة بالسرعة، والبوتنشال انرجي لها علاقة بالبرشر. البرشر هو صيغة من صيغ الطاقة. فهنا احنا يمن يصير، بما انه قلنا الفيسكوسيتي موجودة، اذا نقصان بالطاقة. النقصان بالطاقة شو يقولون؟ المن يمس، يمس الكاينتك انرجي يصير نقصان عندها، لو يمس البوتنشال انرجي. اذا الكاينتك انرجي صار نقصان بيها، معناها الفيلوسيتي اوف بلاد راح تتاثر وراح تقل، وهاي مشكله. هاي ما يصير، احنا لازم نحافظ على سرعه الدم قدر الامكان بيها ثبوتيه نوعا ما، حتى لو تزداد وتقل شويه ماكو مشكله، بس ما يصير تقل تماما، ما يصير توصل للصفر. ففقدان الطاقه وين راح من راح يكون؟ راح يكون من البوتنشال انرجي واللي تمثل لي الضغط. فلهذا السبب اشوف انه الضغط مع طول الدم دا يمشي مسار دوره كامله من بالجهاز الدوران، راح يقل 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 الى ان يوصل للرايت اتريوم زيرو. هناك راح ياخذ الاذين ويقول له يا معود لا تخاف، انا راح اعطيك دفعه من هاي الدفعه القويه بحيث اخليك كامل نشاطك. فهنا يعطي جرعه من النشاط ومن الانرجي واللي توجهها للليفت فنتريكل مره للعفو للرايت فنتريكل لو للاذينيه، شلون ترتيبها ما اعرف، بحيث انه يوجهها للبلمونري سيركيليشن. اهم نقطه انه تروح عن طريق الانبساطات والانقباضات تروح الى الرئه ويصير تبادل غازي وهكذا. هاي النقطه الاولى جاوبناها. نعم. ملاحظه، خلينا نفترض لو البلاد كان ايديال فلويد، كان هم يصير هاي الاميسيل. لا ما يصير، إذا ideal معناها الميكانيكال انرجي is conserved، يعني الطاقة الميكانيكية الحركية والبوتنشال وياها راح تبقى ثابتة، ما يصير. شكرا. إذا اكو ideal fluid ما راح يصير flow of blood، تدري ليش؟ لأنه ما راح يصير من فرق difference in pressure، احنا قلنا لازم اكو difference in pressure هو القوة الدافعة لسريان الدم خلال الجسم. إذا كان ideal بعد ماكو فرق بالتلتابي، معناها الدم يبقى واقف في الجسم ما يتحرك، يبقى ثبوتية. السلام عليكم. الآن وعليكم السلام، تفضلي. دكتورة ممكن أسأل؟ ليه تفضلي. دكتورة بالنسبة اللي قلتين أنه من يضيق الشريان راح يصير ممكن يصير فشل بالعضو، زين هو اساسا من يضيق راح تزداد سرعه الجريان مال الدم، يعني حتى وان قلت كميه الدم الواصله راح توصل بصوره سريعه، يعني راح سرعان ما يحصل على الدم، ليش يصير بفشل؟ لا هو مو يفشل، هو لهذا السبب جماعه الهايبرتنشن ابو الضغط العالي وابو تصلب الشريان يبقى يعيش سنين ماكو مشكله، بس هو من راح يتعب؟ هو راح يوصل فلو كافي مثل ما قلتي، سرعه عاليه، بسرعة عالية ها ما راح تعوض، قصدش نفس لا ما راح تعوض، السرعة العالية ما راح تعوض عن كمية الفلو اللي مفترض توصل لهذا العضو. فالقلب يقوم يشتغل أكثر في سبيل يعوض هذا الفرق. يعني أنت اللي تحس بيها أنه ميزان وهذا صعدت هاي نزلت، إذا وازنها إذا الأمور عدلة راح تجي، لا مو بهالطريقة، لا مو كافي، السرعة مو كافية. زين طلاب، النقطة الأخرى سهنانة أنه هل أكو أمور أخرى استفاد من عندها أو الطبيب استفاد من عندها، قلتوا لاحقا إن شاء الله فد معلومات تفيدكم بالدياجنوزيس بالتشخيص بتحديد مرض معين، بإشارة تعطيكم جسم المريض يعطيكم إشارة أنه ترى هاي الحالة نورمال هاي الحالة أبنورمال، نقول إيه من خلال هذا ممكن نعرف كم شغلة. نمبر 1 اللي هو بلاد بريشر اللي هو حكينا بيه، سيستوليك على دايستوليك. أنا كل جروب دا أشرح له دا أقول له هاي النقطة إنه طلاب انتبهوا، هاي الإشارة مو تقسيم وليس رياضيات، مو يجي طالب ويختصر لي هاي الصفر ويا هاي الصفر وهاي 12 على 2 6 وهاي 4 وهكذا، لأنه هواية من يعني مو هواية بس كانوا طلاب على مدى السنين أشوف من تجيني أوراق امتحاناتهم يختصروا لي إياها.
هم ايش عبالهم؟ عبالهم من صارت 12 على 8 انه الصفاره هي اصلا اختصرناها، هي مو مساله اختصرناها، وانما لانه حكيناها بصيغه السنتيمتر اتش جي فلازم ثاني ايضا سنتيمتر اتش جي. فانتبهوا مو رياضيات، هذا فقط المقام على مود اقول هذا السيستوليك، والبسط هو عباره سوري ايش المقام، البسط ترى من التعب بعض مرات البسط عباره عن السيستوليك والمقام هو عباره عن الدايستوليك، اعلى انصى، بس هذا اللي اريد اوصل له. زين هاي اذا كميتين معروفه جدا للكل. الكميه الاخرى افريج بريشر اللي هي المعدل، اللي هي سيستوليك بريشر بلس دايستوليك بريشر اوفر 2. شنو الفائدة؟ ليش أقول average pressure؟ average pressure طلاب في بعض الأحيان مثل ما السلايد القبل أريد أقول إنه القوة الدافعة لل blood flow أو لجريان الدم منه يحددها، يحددها إنه difference between the pressure اللي هو بالبطين الأيسر، ما بين البطين الأيسر والright atrium والأذين الأيمن، هنا أنا تقريبا 100 جلت وهناك صفر، فالقوة الدافعة هي 100 مليمتر أجي. يعني قلت 100، انتبهت من قلت 100؟ ليش 100؟ خط الافرج، لانه في بعض الاحيان ما احتاج ادخل في تفاصيل انه القلب ايش كذا الضغط العالي وايش كذا الضغط الواطي، لا اريد انطي رقم واحد اقول هل قد ضغطه، فللسهوله وخير الامور اوسطها فاخذ الافرج. زين بلس بريشر اللي هو سيستوليك ماينس دايستوليك، الفرق ما بين هذا الاثنين، هذا من يفيدني؟ هذا يشير للفورس that generated by the heart muscle، يشير إلى القوة اللي مفترض القلب يدق بها أو يصير بي contraction relaxation بالحالة اللي هو بيها. مثلا it's a normal heart، السيستوليك والدايستوليك pressure هو 120 ناقص 80 إذن هو 40. Pulse pressure إذا كان between 40 و60 أتوقع يكون normal، يعني الطبيب من يشوف إنه الفرق ما بين العالي والواطي أو الانقباضي والانبساطي بحدود 40، فوق 40 جو 40 بشوية يقول القلب شغال ماكو مشكلة. لكن إذا كان السيستوليك فرضا إحنا هواي ناس توصل لل 170 180 يعني 17 أو 18 جماعة الهايبرتنشن طبعا طبيعي بالنسبة لهم بعض مرات ما حاسين بها 17 على والواطي تلقوه هو 80 مثلا أو 90، خلينا نقول 90، ف 18 ناقص 9 9 يعني 90 مليمتر أجي أو 9 سنتيمتر أجي. هذا التسعة هاي الطبيب من يعني من يطلع هذه القيمة ويعرفها تسعة، لا أكو مشكلة، أكو مشكلة وحقيقية وفعلا لازم أعرف من جاية هاي، وإلا المريض في حالة خطر في لحظة معينة قد يصير به هارت أتاك، قد يصير به ارتفاع في الضغط بشكل مو طبيعي يؤدي إلى وفاته. هاي إشارة إلى أنه ترى القلب دا يشتغل ودا تلوده أكثر من طاقته، لأنه عضلة القلب من يصير بها contraction وrelaxation لازم يكون ضمن normal value، يعني ضمن range هو الله سبحانه وتعالى من خلق هذا العضلة هيك قابليتها الاساسيتي مالتها وقابليتها ومقدار التحمل هالقد لازم. لكن لما تقوم تضغط اكثر وريلاكسيشن وتضغط اكثر هاي او ريلاكسيشن في بعض الاحيان يكون اكثر من الطبيعي هماتها، هاي يؤدي لانه القلب معناها دا يصرف طاقه اكبر، دا يولد قوه اكبر، يتاثر على النسيج وتاثر على عمله الفسيولوجي يعني على وظيفته في ضخ القلب، فالطبيب ينتبه على هذه الكميه وقلنا هي indication to the normal or abnormal cases اللي تكون بالمستقبل. mean pressure اللي هي القيمة الأخيرة اللي الطبيب ممكن يستفاد من عدها واللي هي فعلا فشي مهم. mean pressure بالقاموس لا تطلعوها هي هم تطلع، هذا مثلا معدل معدل أو هذا متوسط وهذا متوسط نفس الرقم يعني نفس التسمية قصدي، لكن المين بريشر لها معنى آخر هنا. المين طبعا هي متوسط حسابي باللغة الرياضيات والفيزياء سموه متوسط، هنا المين بريشر نعني بها الأفريج بريشر فور ون سايكل. لو نرجع لهاي الأفريج بريشر
للقلب نفسه، لمستوى القلب نفسه القريب الفالف مال left ventricle والشريان الأبهر. لكن PM تعني الأفرج بريشر لدورة متكاملة، كل هاي القيم مال البريشر أطلع الأفرج مالتها المعدل، تطلع للتيبيكال فاليو اللي هو 120 على 80 بحدود بالتسعين 92 93 في هالحدود هاي تقريبا. من جاي هو دايستوليك بريشر بلس ثلث البولس بريشر. شنو فائدته هذا؟ طبعا هو مفترض القيمة أو الرينج مالته من 70 إلى 100 إذا كانت قيمة هذا المين بريشر 110 120، يعني من أطبق المعادلة، أو إذا كان 60 65، فهنا الطبيب رأسا الضوء الأحمر اعتلق أنه أكو مشكلة ما. زين هو شي يشير وين هاي المشكلة؟ مين بريشر يعني قيمة بلوت بريشر اللي يصل إلى الفيتال لارج فيتال أورغانز اللي هي ستركتشرز الكبيرة موجودة في أجسامنا such as الكدني الكلى سبلين طحال ستومك ما أعرف إيش نفس القلب عضلة القلب ذني كلهن يحتاج تغذية الشرايين اللي توصل الدم لهذه الستركتشرز. لازم يكون ضغط الدم بيها بحدود من 70 إلى 100 مليمتر أجي. إذا كان أقل معناها البرفيوشن التروية يعني وصول الدم إلى هذه الأعضاء وإعطاء التغذية لخلاياها يكون بها نقص، وإذا كان أكبر كذلك معناها إن شاء الله abnormal ويؤدي إلى متأدي وظيفتها بالشكل الصحيح، فلا بد أنها تكون ضمن الرينج 70 إلى 100. فالمين بريشر نرجع ونقول هي قيمة البلوت بريشر اللي يصل للأعضاء الكبيرة من جسم الإنسان. أما طبعاً هنا أنا لازم تميزون، أنا قلت للأعضاء الكبيرة large vital organs للأعضاء الكبيرة، أما الطبيعية التبادل الغازي والبريشر اللي في الكابيلاريز هو اللي يزود الدم بالكابيلاريز طبعاً إلى خلايا الجسم كل خلايا الجسم بشكل عام، لكن هنا أنا فقط أقصد بها الأعضاء الكبيرة اللي تحتاج إلى بلد تحت ضغط معين أكبر من الضغط اللي مفترض يوصل للخلايا. واضحة عليكم الطلاب؟ هنا نقطة كنت تنتبهون عليها من تطلعون، طبعاً هذه مطلوبة من عندكم لأن قوانين الأفرج تطلع قيمتها هنا مليمتر أجي فور إكزامبل سنتيمتر أجي، هنا البولس أيضاً مليمتر أو سنتيمتر أجي، المين بريشر كذلك مليمتر أو سنتيمتر أجي، لكن هنا بلوت بريشر ممكن هنا تخلوا لي مليمتر أجي فور إكزامبل؟ لا ما يصير. ليش؟ لأن هنا عندي قيمتين ضغط عالي بالبصق مخلي وضغط آخر بالمقام، فما يصير تحطوا لي هنا مليمتر وحدة أجي تشمل كأنما هذا رقم واحد ويونت وحدة، يا أما تخلوها بالثنين فوق وجوة أو بدون ما تخلوها لأنه تكون هي معروفة. فزميلتكم معرف اللي سألتني السؤال أتمنى أن هذا سلايد واضح والتقسيمات واضحة وما معنى وفائدة كل نوع من هاي البريشرز الموجودة. تفضل طلاب إذا أكو سؤال آخر. دكتورة بس المونتات آخر شيء تقدرين تعيديها ولو زحمة؟ يا هو عفو؟ اليونتات يعني مثلا شو وقت نستخدم السنتيمتر الجي؟ اوكي. شوف طلاب احنا بشكل عام من اقول بلوت بريشر في كذا منطقه او بلوت بريشر لهذه الكميه اللي بلس بريشر مين بريشر افريج بريشر، ده اقول بريشر واحد قيمه واحده بما انه رقم واحد راح انطي، فاذا ويا يونت احنا ندري انه الفيزيكال كوانتيتي كميات الفيزيائية لازم رقم نمبر زائد يونت، فهنا أنا من أقول average pressure هو pressure واحد، إذا رقم واحد راح أطلع له لازم يما يونت، إذا ما تخلوا لي اليونت تنقص الدرجة لأنه غرفتهم هذا الرقم شنو؟ زين pulse pressure كذلك هو pressure واحد، إذا الرقم واحد راح أطلع له مين pressure نفس الحالة، ذن كلهن لازم من يطلعون الرقم النهائي اللي بصفة راح يكون، يعني قصدي لازم تدرجون اليونت مالته
هاي القيمة الأولى أو الكوانتيتي الأولى اللي هي أسميها بلوت بريشر. دائما البلوت بريشر هي عبارة عن سيستوليك على الدايستوليك، أي إنه رقمين قيمتين. ما ممكن إنه أقول هنا أنا إيش قد تطلع تقريبا، خلينا نقول واحد ونص مثلا، يصير أطلع رقم أقول واحد ونص هنا أنا، لأن الطلاب كانوا يطلعوا ليها بالسنين السابقة هواي صايرة عندي. ما يصير طلاب، ما يصير. إذا أكو إمكانية فور إكزامبل وصحيحة، خليني مثلا أطلع واحد ونص قسم 12 على 8، إذا طلعت رقم واحد في تلك الحالة ممكن أكتب مليمتر أجيب صفة. لكن طبعا هذا الشيء خاطئ اللي قلته. المفترض إنه البلد بريشر هو رقمين، رقم فوق اللي هو بس يلا ورقم أسفل له. فهنا أنا ما يصير أخلي بعد مليمتر أجي، لأن هاي إلمن تابعة، هذا يمن أخلي يونت واحد هنا أنا إلمن تابع. فيا أما أكتب هنا أنا مليمتر أجي، وكذلك هنا أنا بصفة مليمتر أو سنتيمتر حاليا لأن هاي 8، أو ما أخلي أصلا لأن هي معروفة بلوت بريشر هي 12 على 8 رقمين واحد على الثاني وفضت وراحت، واضحة ماكو داعي. فبس بهاي قصدي ما يصير تخلون يونت وحدة بس هاي النقطة طلاب، كل هين تخلون هين، هاي لا ما يصير. يا وضحت؟ لا نعم دكتورة واضح. ماشي يا أهلا. بعد شاركوا أسئلة. دكتورة نعم تفضل. بس شوية خارجي ما أدري، عدد دقات القلب إيه لها علاقة بالضغط لو ما لها علاقة؟ عدد دقات القلب، عدد دقات القلب لها علاقة بالضغط؟ نعم يعني إيه لها علاقة لو لا؟ لا لا ال 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 ما لأنه شوف الضغط يعتمد على مقدار الكونتراكشن اللي يحدث يعني بالبطين، شقد يضغط على البلد وليس عدد مرات. إذا يضغط على يعني مثلا أكو يصير زيادة بالبيتيشن أتوقع يسموه، أنه زيادة بالنبضات، مو معناها الضغط زاد. بس هذا هم ما أقدر أجابك به والله. هذه يراد لها طبيب. سوري لا ما اقدر اجاوبك لانه في تداخلات يجوز. سوري اي والله، يا ريت لو تشوفها وانت تعلمنا عليها، انا احتاج اجي معلومات عنكم طلاب تعلموني. نعم تفضل عينا طلاب اذا اكو اسئله بعد اخرى. السلام عليكم دكتوره. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا دكتوره. بلازم اعيد انواع الضغوط؟ اعيدهن؟ لا حباب ليش؟ ما شيء موجود؟ لو شنو؟ لو أكو شيء ما مفهوم؟ لا ما مفهوم صارت عندي. ما مفهوم؟ إيه ما مفهوم. مش عيدي يعني. يلا راح أعيدهم بس شوية بشكل أسرع شوية نوعا ما، مو مثل تفصيلة قبل شوية. طلاب أنا عندي أربع أنواع من الضغوط اللي هي بلاد بريشر، أو خمسة بالأصح. البلاد بريشر يشمل نوعين من الضغوط اللي هو سيستوليك أند دايستوليك اللي نعرفه. الضغط العالي هو شو وقت ما left ventricular يصير بي contraction ويدفع الدم للشريان الأبهر، هذا يسموه systolic pressure. والضغط الواطي هو شو وقت ما left ventricular أو البطين الأيسر يصير بي relaxation استرخاء، فالبلد الموجود بالشريان الأبهر راح يسميه diastolic pressure. هاي أول نوعين واضحات والدنيا كلها تعرف، المتعلم وغير المتعلم يعرفوها. زين average pressure، average pressure هو معدل السيستوليك والدايستوليك، معدل. بدل ما أقول يابا أكو صعدة وأكو نزلة، وهذا القلب كل ساعة مرة يصعد مرة ينزل، يعني contraction وrelaxation ويجي ينطينا ضغط وأحكي تفاصيل، هاي كلها بعد ما أريدها أقول يابا انطيني القلب إيش قد يضخ الدم، استحضر يا ضغط طيني رقم واحد، أقول له أوكي لدام هيجي وحاصرتني راح أنطيك الأفرج اللي هو 120 زائد 80 على 2، ها طبعا النورمال والتيبيكال فاليو، ويساوي لي 100 مليمتر اتشي. اذا هاي شو وقت افرج بريشر؟ لما اريد انطي قيمه واحده للقلب، اضطر في مواضيع معينه انطي رقم واحد لضغط القلب او ضغط اللي يولد الفنتريكل. بلس بريشر اللي هو الدفرنس بين سيستوليك اند دايستوليك، لمن يشير شنو فائدته شنو اهميته؟ بلس بريشر يعني
هو مو الديفرنس، هو مو الفرق ما بين الضغط العالي والواطي، معناها يمثل لي مقدار القوة اللي لازم تولدها عضلة القلب على مود تسوي الكونتراكشن، ومن ثم وراها ريلاكسيشن. فرق بالضغط هو انه عضلة القلب شكد تحتاج تسوي كونتراكشن، قوي قليل، اذا ضغط كلش قوي كونتراكشن كلش قوي لازم تسوي، اذا كونتراكشن بسيط معناها الضغط شوية اقل راح يصير، وهكذا. وشكد الريلاكسيشن مالتها، الفرق بقيمة الضغوط بالحالتين يمثل لي القوة المتولدة في عضلة القلب، يعني شقد إجهاد لازم تذب، شقد جهد وتدوس على عضلات اللف فنتركل على مود يصير كونتراكشن. هذا طبعاً بالنورمال فاليو المفترض 120 ناقص 80 40 مليمتر أجي، مفترض كل قلب سليم 40 مليمتر أجي بلس بريشر مالته، يعني عضلة القلب يصير بها كونتراكشن وريلاكسيشن. طبعاً هذا كله الحكي باللف فنتركل، تكو طلاب كله باللف فنتركل، معناه بالمستوى الطبيعي. لكن إذا صارت 70 بلس بريشر معناها القلب خطيه، داي يشوف الويل على مود سير كونتراكشن كلش قوي، والانبساط مالته يعني يا اما الطبيعي او ينبسط اكثر من اللازم، بعد ما اعرف هل اكو امراض تمس القلب تسوي انبساط اكثر او لا، ما اعرف، بس الكونتراكشن اكيد قد حال يضغط بشكل قوي على البلود زين في سبيل يحصل على الفلو مال البلاط خلال جسم الإنسان بشكل نوعا ما طبيعي يغذي كل أجهزة الجسم. فهنا القوة المسلطة من قبل عضلة القلب. المين بريشر هو ضغط الدم الواصل للأعضاء الكبيرة داخل جسم الإنسان، يعني الشريان الواصل للكلى. الكلى هو عضو كبير وعنده مهمة تصفية الدم من غيرها، يعني عمله كلش مستمر وعلى مدار الساعة بشكل مو طبيعي، إجهاد عليه كلش هواية. فالشريان اللي يجهز عضلة الكلى المفترض الدم الواصل بيها ما يقل ضغط البلد داخلها عن 60 مليمتر أجي، أو سوري لا مو 60، 70، لأن هو من 70 إلى 100 تقريبا الرينج. إذا قل عن 70 مليمتر أجي ضغط الدم بالشريان الواصل لتغذية عضلة الكلى أو المعدة أو ما أعرف إيش أو القلب، أي عضو من ذن الأعضاء الكبيرة، معناها أكو مشكلة في تغذية عضلة هذا القلب، وبالتالي قد يصيبها دمج، قد يصيبها فتلف معين، قد متأدي وظيفتها بالشكل الصحيح. عندما ما يصير perfusion أي تروية أي وصول دم بالقيم المطلوبة واللي تقدر تعيش من وراها أو تكمل يعني قصدي وظيفتها وعملها. أتمنى أنه وصلت الفكرة عيني، ما أعرف يعني. زين دكتورة، هستي عندك الأفرج الأفرج بريشر، إحنا هستي قلتي 100 مثلا، هاي بالحالة الطبيعية خوش. طلاب موجودين يعني صوتي؟ اي نعم تفضل تفضل، مع بال مسمعوني. لا 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 انت سمعت دكتورة، عندنا الافرج بريشر هسه انت قلتي 100 اذا بالحالة الطبيعية. زين انت مثلا جبتي لنا المسألة بالامتحان، اذا كان مو طبيعي يعني مثلا كان يعني 140 على 90، هذن النسب ال 140 او 90 تعطينيهن انت لو شلون؟ مو طبعا حسب السؤال، هو السؤال انا شنو اطلبه عندكم؟ مجرد تطبيق هنا أنا مباشر، ما ادخلكم يعني شنو قصدك؟ شوف والله عيد لي عيد لي سؤالك خل افتهم شنو بالضبط. هسه انت الافرج بريشر قلتي لا. ناخذ ال 120 اللي هو السيستك السيستكال الضغط العالي على الوقت على الدستلك بريشر، اي راح يطلع لنا 100. زين هم اكو احتمال تعطينا بالاسئله انه اكثر من يعني مو 120 او 80 مو بالحاله الطبيعيه؟ اي طبعا طبعا طبعا. لا انا مثلا اقول لك بيرسون وذ بلوت بريشر مثلا 150 على 90،
طلع لي يعني انت تعطيناها هذني النسب لان انت تعطيناها النسب طبعا لا شلون اي اساس تعتمد زين لابد 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 لا شلون هسه هاي انفهمت زين دكتورة عندنا الافكت اوف فيسكوستي اون ذا فلويد فلو احنا قلنا التدفق هو علاقه طرديه مع الراديوس اس 4 والدلتا بي مو نعم اي زين ليش عندنا بعدين قلتي بالابلكيشن يعني اكو هاي من يضيق الراديوس راح تصير علاقه عكسيه مع الدلتا بي والار اس 4 زين هنا شلون طرديات وشلون بعدين صار لنا عكسيات اوكي 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 صار بس شلو خل اجاوب على سؤالك قبل باعتباركم انه يبدو لان اسئله ما دا تنطرح على برنول او شيء ما اعرف يعني المهم خل اجاوب على سؤالك مباشره بويزلس خلص الى معادله نهائيه احنا نعطي فقط المعادله النهائيه طلاب اي المعادلات برنولي او بويزلس انا ما احتاجها رياضيا احتاج تفهمون ايش دا يصير داخلها شنو العلاقات اللي تربط بالفاريبلز موجوده داخلها بويزلس قال يابا الفلو اوف بلاد طبعا هو مو بلاد هو مش اللي علاقه الرجل بالبلاد بس احنا دا نطبقها على بلاد هو على الفلويدز بشكل عام هو فيزياء الرجل ما له علاقه بالمدسين وبيولوجي وكذا قال اذا عندي اي فلويد فور اكزامبل ليكويد فالفلو مالته راح يتغير من جزء الى اخر ما بيثبوتية ليش ما بيثبوتية يعني هسه مثلا عندنا فيزل او تيوب طوله مثلا متر برنول ايش قال قال يابا اذا بدايه المتر طبعا صنده طولها متر هو شكلت بها بالبوري شكلتها برنول ايش قال بالبدايه قال يابا تم تفتحون البوري واكو ماي فالفلو في نقطه الاتصال بالبوري مع اخر نقطه من الصنده الفلو ثابت ما يتغير على اي اساس برنول اعتمد قال يعني فرض انه السائل المستخدم ما بي فقدان بالطاقه اي انه الفيسكوسيتي مالته زيرو انفيسكوس انفيسكوس معناها ما بي لزوجه ما بي اي فقدان ما بي اي قله بالطاقه اثناء سريانه وبالتالي فيحافظ على نفسه على كل طاقاته ويحافظ على كل مواصفاته من اول نقطه لاخر نقطه بالمسار بويزلس إجا قال يابا ترى برنولي انتبهوا عنده ideal fluid يعني فتشي على أرض الواقع ما موجود لأنه فعلا من طبقناها على البلاد لقينا أكو انحرافات في التصرف تقريبا موجودة يعني أفكار برنولي معمول بيها بس ما تنطبق تماما على الحالة الواقعية أكو انحراف هذا الانحراف إجا بويزلس شرح لنا إياها قال يابا المشكلة وما بيها إنه الفيسكوسيتي ترى ما شفتوها بذاك التفسير هنا أنا راح أدخل الفيسكوسيتي وأشوف الكيو أو الفلو أو الجريان أو التدفق يشتغل يبقى ثابت لو أكو تغييرات فيه والله لاحظوا إنه لا والله الفلو بدأ يتغير الفلو ماكو بثبوتية على من يعتمد يعتمد على هاي الفاريابلز اللي هي الار اللي هي الراديوس نصف القطر ودلتا بي اللي هو الفرق بالضغط بين نقطتين أي نقطتين على هذا المسار وآتا اللي هو الزوجة والآل هو اللينث جد طول اللينث عفوا اللينث of the tube يعني طول التيوب جد الصوند جد طولها هاي هم تعتمد عليها فوجدوا أنه أو من خلال هذه العلاقة إحنا نستنتج أنه الفلو يتناسب طردياً مع الآر ويتناسب طردياً مع الدلتا بي مع الضغط وعكسيا مع الايتا والال يعني اذا اجيب هنا أنا هذا التيوب نفسه اللي قدامنا اجيب مي ووتر واجيب اويل من الفلو اكبر باعتبار انه الدلتا بي خلا ثبتها والار هي ثابته والال هو ثابت ما متغير هو نفس التيوب ذاك وياه منو راح يكون الفلو مالته اكبر اكيد الووتر هو الاكبر الفلو ليش طبعا هاي هو واقع حالي صحيح احنا لانه الزيت قوه يمشي خطيه بينما المي سيلانه كلش حلو نظيف مقارنه بالاويل السبب هو الايتا الفيسكوسيتي فيسكوسيتي اوف اويل فيري لارج بينما الفيسكوسيتي اوف ووتر سمول اذا كانت هاي سمول
فهذا الرقم كبير كله راح يصير، وبالتالي الكيو كبيرة، وإذا كان هذا كبيرة فالعكس تكون صغيرة. هسه نجي هنا نقول زميلكم سألني شنو هاي العلاقة وشنو ربطها بهاي. المثال اللي أخذنا واللي هو حقيقة هو هذا واقع حال داخل أجسامنا، أنه عندي أرتري، هذا الأرتري أخذ في المقطع من عدة، إذن الال ثابت، أنا ثبتته من نالي هنا طول متر، أخذ طول 5 سنتيم وهكذا. الراديوس ذاك يوم معروف زين، يكبر يصغر ما عندي مشكلة، خلي شوية يكبر شوية يصغر، بس أنا بما أنه مسافة معينة ما أخذته، إذن الزيادة أو النقيصة كلش قليلة، خلي أعتبره هسه ثابت زين. البرشر هنا قيمة معينة، وهنا البرشر قيمة معينة، انتهينا من عدها. وكروس سكشنال اريا اي باي همتين واضحة. اجي اطبق هذه المعادلة، الكيو او الفلو من اللي يحددها طلاب؟ يعني احنا قلنا قبل شوية، مو قلنا difference between the pressure in the left ventricle and the pressure at when the right atrium، يعني ما بين، تذكرون المخطط الأول دلتا بي اللي قيل الزيرة 100 ناقص 0 أو 0 ناقص 100 يساوي لي 100 مليمتر أجي ديفرنس، هي هاي اللي تحفز لي أو القوة الدافعة للبلاد إنه يصير بي فلو. إذن حاليا أفترض الفلو هو ثابت ما متغير الفلو، لأنه أكو قوة أكبر واللي هو القلب هو اللي مسيطر عليها. إذن الفلو هاي راح أثبتها كونستانت. نجي الباي هو رقم، خلي أحكي بالشغلات المثبتة على مود أطلع الفاريابلز. الآت هو رقم، الآتا viscosity of blood هو ثابتة في الظروف الطبيعية، درجة حرارة والإنسان ما بيه مشكلة مرضية أو شيء، ما عنده أمراض بالدم تغير الزوجة مالته أو السيلان أو شيء، فما أكو مشكلة، إذن هاي ثابتة كونستانت. الآل هو أنا محدد الآل ذاك وياه، إذا شنو عندي بقى المتغير؟ المتغير هو الآر الراديوس ودلتا بي. احنا قلنا انه الار ايضا ثابته، لكنه لو اعتبر ذني متغيرات، اذا العلاقه عكسيه ما بين دلتا بي والار، اوصل لهاي المعادله او هذا التناسب. هسه نجي نتفاهم على هاي، انا اهم نقطه انه عرفتوا انه هاي من اجتي عن طريق هذا القانون. بس اجي احكي على هاي، انا قلت الراديوس ثبتنا واعتبرته ثابت على طوله، او حتى لو فد شيء بسيط بتغير اهمله اعتبره ثابت. حالياً من الراديوس قيمة معينة وكل هذين الأمور موجودة عرفت قيمها، إذن البرشر قيمة معينة يطلع لي ما عندي مشكلة، إذن لكل كمية فيزيائية طلعت لها رقم خاص بها. هسه أجي أقول هذا للإنسان اللي ما بيه مشكلة، أجي يجيني patient عنده مرض تصلب الشرايين زين، أبو تصلب الشرايين شنو معناها؟ إحنا نعرفه صاير تضيق بالأوعية مو بالشرايين كبيرة طبعاً، يصير مو بالأوعية، بالشرايين كبيرة أكو نسبة دهون وين موجودة؟ موجودة على الجدران الداخلية للشرايين، بما إنه هاي راح تغلفها كمية دهون، ولا على التعيين وين شلون مكانها، أهم شيء تضيقها. يمن قلنا تضيقها شنو معناها؟ من ضيقها الآر تصير أصغر، المسار المتوفر للبلد راح يكون أصغر، وبالتالي بما أنه هاي أصغر هاي الكمية كلها، يعني قصدي هاي كمية محددة، هاي لها كمية محددة، إذا هاي زارت شبيها البرشر مو تناسب عكسي، إذا البرشر راح يكبر. إذا فرضنا فقط R بدون power to the كذا بدون أس، فهي تناسب عكسي طبيعي، R تصغر الـ R الـ P تكبر. كيف إذا كان الـ R مرفوع للأس 4؟ معناها أي تغير بسيط بالـ R ينطينا تغير كلش كبير بالـ Pressure، تشوفون شلون؟ فجماعة تصلب الشرايين، المرضى بتصلب الشرايين الراديوس مالتهم في أجزاء كبيرة من الشرايين تكون كلها بيها مطلية بالدهن، وبالتالي الـ R مالتها تكون صغيرة، وبالتالي البرشر راح يزداد فيصير عندهم هايبرتنشن. فاحنا دائما عندنا انه امراض ضغط الدم العالي، مرض ضغط الدم العالي الى علاقه وثيقه بتصلب الشرايين.
يا اما يسوي له بهالحاله قسطره في بعض الاحيان اذا وصلت معدلات كلش قويه قد ينسد الشريان، لازم قسطره تنظيف الشريان، او بعض الميديكيشنز او دراجز يعني بعض الادويه. هاي الادويه ايضا قائمه على نفس المفهوم بالضبط، معامل الادويه والمختبرات قالوا يا بهي بما انه علاقه عكسيه اذا الار خلي اتلاعب بيه، انا اريد اقلل هذا، اذا هذا شو اسوي للار؟ بما انه هذا صغير اريده يصير، اذا هذا لازم اكبره، الار لازم اكبره زين، بس هو بي كوليسترول وشي انا ما منظفته، فش اسوي؟ احاول انطي ادويه مواد كيميائيه تعمل على استرخاء وتقليل التنشن الموجود بجدار جدران الاوعيه، من استرخت شويه انطت كبر، وبهذا حصلنا انه نزلنا الضغط. واضحة عين الطلاب هسه هنا شنو؟ إذا هنا نبدأ نقول إنه limiting the contraction، إنه الكونتراكشن مال الوعاء الدموي مال الشريان، نحاول نقلل التنشن مالته، نقلل contraction نوسعه، وبالتالي البريشر راح يقل، فهي عمل الأدوية بهالطريقة دا تكون. وضحت عندك عيني؟ شكرا دكتورة، وضحت. دكتورة سهلا هذا المقاطعة. لأن دكتور لما يزداد الضغط، لما يزداد الضغط راح يزداد تدفق الدم لو راح يقل تدفق الدم السبيد مالته أو لو من يزداد الضغط هنا لا هو له علاقة بالكروس سكشن أريا. لو نروح البرنولي هسه شوية نرجع، لأنه برنولي مو تماما غلط، برنولي يعني إلها دور ووصلنا لبعض المفاهيم الصحيحة بس ما تنطبق انطباق تام. برنولي يقول إنه الـ A والـ V علاقة عكسية، زاد cross sectional area قلت الـ V، قلت الـ V زاد cross sectional area. خلينا نشوف هنا أنا شنو وياش، خلاص اشتغل بالله. هنا أنا من زيدنا cross sectional area، شوف من زيدنا cross sectional area إيش راح يصير هنا؟ أنا الفيلوسيتي راح تقل، من راح تقل طبعا هي تفيدنا، بس هي ما راح تقل بالطريقه اللي قد تؤدي الى انه بعد ما يمشي الدم بالجسم، لا راح تفيدنا الى انه طبعا هي لانه المواضيع مرتبطه شيء بالاخر، راح تقل بدرجه انه راح تقل عن كريتيكال فيلوسيتي وتتحول من تربولنت فلو الى لامينار فلو. تذكرون هذا قبل شوية حكيت بداية المحاضرة إنه قلت لكم قوانين ومواضيع هي مترابطة مع بعضها. الراديوس زودته هنا معناها cross sectional area مساحة مقطع العرض شبيه زادت، معناها الفيلوسيتي قلت، قلت مو معناها وقف الدم، لا قلت بحيث إنه قلت قيمتها عن الكريتيكال فيلوسيتي، فرجع من التربولنت لان من كانك تضيق تربولنت فلو ورجعت صارت لامينر بشكل طبيعي، ومن ثم الافشنسي كفاءه اللامينر انه وصل لنا بلط فلو الى انحاء الجسم بالشكل الطبيعي. انا اريدكم طلاب تربطون ما بين كل المواضيع، اول شيء له علاقه بشيء ترى، لان هي هو قلنا فلويد وقوانين الفلويد هي هاي واحدة وراء الثانية ربطناها واحدة مع الثانية. فالسؤال ايش ما ادري يعني حصلت اجابته او لا ما اعرف بعد. واضح واضح بس هو هيك الربط راح يكون. نعم نعم نعم. دكتورة بس هاي مال القوانين مال الكتلة والهاي يعني ذني ثابتات يعني نحفظهن مو؟ مال شلون طلع كتلة يا قوانين الكتلة العفو. بلاد؟ اي اي الكتلة ما هي بلاد قصدك قانون بلاد؟ اي اي بلاد ما لا بالسلايدات الأولى غير إنه إيش قلت بلاد هذا circulation؟ اي اي نعم اي هذا هذا ذني ال هو شنو قانون؟ هو قانون مو قانون السادة اسمه انت تسموه قانون بس انا قلت انه هذا لازم تحفظه. لا ايه اذن القيم والنسب لا الصوت دا يصير شويه خربط، شلون عيني عيدي؟
بلا زحمة تعيدين السؤال الله يخليك. بس اوكي مو مشكلة طلاب، ما ادري انا شرحت لكم اياها. المثال هلا المثال موجود بالبي دي اف قصدك ايش بي؟ ايه يعني هذين القوانين يعني هن ثابتات مو صحيح؟ صوت مقطع سوري ما ادري لو عندي لو عندكم الله اعلم ما اعرف يجوز عندي ما اعرف. شوف طلاب بغض النظر ما دا سمعت، اتمنى انه البقيه دا يسمعوني، واذا ما دا يسمعوني هم يوصلوا الفكره انه ما دا يسمعوني ما اعرف. اوكي يعني هاي بالنسبه للبلاد ماس، طبعا انا ما ادري شرحت لكم اياها من المحاضره اللي قبلها، بعض المرات ترى تخلط علي الامور لانه ما دا اتصور شرحت لكم اياها اتوقع ما ادري. ما اعرف اي دكتور وضحتيها كيف فهموها. اوكي وضحتها، فاذا هنا هاي مطلوب من عندكم انه تعرفون العلاقات تربط ما بيناتها والقيم الموجوده وشلون تطلعون blood mass in each one of these branches او arteries شو اسميها يعني the vessels بشكل عام. لازم تعرفون كميه الدم شلون تطلعوها بالكيلوغرام او بالجرام حسب ما احنا نطلب. نجي لهاي القوانين ايضا مطلوبه من عندكم، هم فهم وهم تطبيق، تعرفوها تحفظوها. عندنا برنولي وبويزلس ما احتاج تطبيق رياضي، بس افهموا ما هي العلاقات اللي رابطه ما بيناتهم، هاي كلش مهمه عندي. هنا انا بعد شنو عندنا طلاب، هنا انا بالمناسبه يعني زميلتكم قبل شوية سألتني ما أعرف عن الدلتا بي، قالت إذا يزداد السرعة أو فتشي. هنا أنا شلون تقدرون تعرفون الربط ما بين هذين الفاريابلز مع الـ V والـ A؟ إحنا الـ Q الـ Flow دائماً هو A V، ترى القانون العام عوفك من برنولي ومن بويزلس ما العلاقة دول كلهم. الـ Q الـ Flow يساوي لنا A V Cross Sectional Area في الـ Velocity. إذن هذا نقدر نقول يساوي، تقدرون تكملون انتو بالورقة وقلم بديكم، يساوي هنا أنا A V، فراح تعرفون العلاقة ما بين ال A وال V وال Delta P وال R وال L وال Eta. ده شوفون شلون طلاب، هاي ضروري تعرفوها على مود تعرفون من تصعد من التنزيل، هاي علاقتها طردية ذيش علاقتها عكسية وهكذا. فإذا قلنا هنا أنا مجرد تفهمون هاي القوانين. بالنسبة أدي هنا critical velocity فقط، إنه هم ما أريد تطبيق ما أريد يعني أي شيء، بس افتهموها شنو المعنى مالتها وتطبيقاتها. باقي لنا طلاب 10 دقائق، إيش عندكم أسئلة بعد؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام والرحمة. دكتورة بس هاي القيم مال الضغط موجودة بالارتريس لو باللفت بالارتريس مو؟ يعني راح نقيسه بالارتريس؟ قصدك الجدول غير الأول؟ اي الجدول مال هاي الموجات مال بريجر هاي ذني؟ هاي القيم؟ اي القيم الضغط الأفريج بولسن مين؟ شوف هسه هنا انا من اشياء صار انتبه علي بلا زحمه عليك. شوف عيني السيستوليك بريشر هو الضغط الاعظم، طبعا هو نفسه اللي سلطه الليفت فنتريكل هو نفس الضغط الاعظم راح يكون بالارتري الشريان الابهر، هو اكبر ضغط هو متساوي بالثنين. طبعا احنا وين راح نقيس؟ اكيد احنا نستخدم سفيجما مانوميتر جهاز الضغط سواء الديجيتال او الميركوري الزئبقي. وين نخلي طلاب الكف هذا القطعه المطاطيه اللي نخليها؟ طبعا على الذراع دائما، والافضل انه على الذراع الايسر. ليش على الذراع الايسر؟ لانه اقرب الى القلب، يعني البلط بريشر راح يكون، طبعا احنا قلنا هو القياس الحقيقي لازم يتم بالشريان الأبهر،
لكن احنا وين نلزم الشريان الأبرخي؟ ومو نفتح التشيست مال المريض والله ندخل هناك ونقيس شكد اكو بلد، لا، بما يكافئه على الذراع الايسر اللي هو قريب من القلب ونفس الارتفاع تقريبا. وكذلك لازم انه الشخص يكون في حاله يعني متمدد وليس واقف او جالس، لانه هيسبب مشكله بشوي فروقات بسيطه، بس احنا ما حد يتبع هاي البروسيجر. بس اهم نقطه ناخذها في مستوى الارتري اللي هي على البريكال ارتري اللي موجود على الذراع الايسر. فالسيستوليك والدايستوليك حقيقه الامر تعني الضغط الموجود بالشريان الابهر بعد الليفنتركال مباشره، لانه اي ضغط على المسار كامل للدوره الدمويه معناها راح يصير اقل، وسبب احنا قلنا انه هناك هبوط او نقصان بالطاقه واللي يظهر في قيمه الضغط. فهنا كلامك صحيح انه ليس داخل الليفنتركال وانما ما بعد الفالف، ما بعد العفو الصمام بالشريان الابهر تجري قياساتنا المفترض واللي كافه الذراع الايسر. نعم طلاب، عندنا بعد مجال، عندنا بعد مجال نقول اللي بهذا الدايجرام اللي بعد الكابلوريز هي ليمينار فلو. شوي على شوي على صوتك، على صوتك اسمع رجاء، علي صوتك. اللي بعد الكابلوريز هو ليمينار فلو اللي قبلها تبيولا؟ عيد لي سؤالك الله يخليك. نقدر نقول اللي بعد الكابلوريز التدفق اللي هو سيابي واللي قبله مضطرب؟ ليش؟ لأن هذا صار خط عدل، يعني ما بي حتى ما نقدر نقيس الضغط العالي والواطي. يعني شوف، هذا مو نوع الفلو، نوع الفلو مايك بس عم سد، مو هذا بريشر، قيم البريشر وليس الفلو تربولنت اور لامينار. يعني انا ما اعرف ليش انت قلت دائما، شوف الطلاب، التربولنت فلو يحدث وين؟ يحدث بعد وين اكو تضيق، وين اكو فالفز. الفالفز الصمامات هو عبارة عن تضيق دايسر بالشريان، يعني شريان المفترض طوله هالقد اللي هو مثلا من الليف فنتركل الى الشريان الابهر، اكو فالف، هذا الفالف يسبب لي تربولنت فلو هناك. ليش؟ لانه هو المفترض بوري مفتوح، لكن هذا يجي يسده وينفتح على ساعه وينسد وراها بشويه وينفتح وهكذا، فهذه التضيقات طبعا دايميتر يكبر ويصغر كل ساعه، فهنا راح يصير عندي تربولنت. وين ما اكو فالفز، وين ما اكو اماكن صاير بيها تضيق بسبب دهون مترسبه، بسبب تشوه بالارتريز، بسبب قلنا حادثه معينه سببت انه تشوه بال يعني الجدران الداخليه، او ورم او سويلنج مثلا انتفاخات، ايا كان السبب اللي يؤدي الى انه الشريان بيتضيق في منطقه معينه في هذه النقطه بالذات واللي بعدها بشويه، هاي كلها تربلنت. نعم طلاب، أكو بعد سؤال طلاب؟ لو ننهي المحاضرة. دكتورة بس أي دهاي من الساعة كيو تساوي لنا أي في؟ قلتوا كتبوها؟ ها صار. هنا طلاب لو يعني هو كان مفترض والله أكتبها شيء أوضحها بشكل أفضل لكم. قبل ما ندخل على برنولي إكويجين وقبل ما ندخل على بويزلس وذاك دخل فيسكوسيتي وذاك ما دخلها، الفلو بشكل عام يساوي لنا الكيو تساوي لنا اي في، هذا وانتهى. فهمتوني شنو الفلو يساوي لنا اي في؟ اي انه كروس سكشنال اريا تايمز اور يعني حاصل ضرب الكروس سكشنال اريا مساحه المقطع العرضي في الفيلوسيتي. هاي انتهينا. هسه نجي برنولي قال يابا ترى هذا الفلو في هذه النقطة يساوي أن هذا الفلو في نقطة أخرى،
هاي النظرية مالته، المساواة هي النظرية مالته وليس قيمة الأي في. الأي في هي معروفة يعني شيء قانون ثابت، يعني أنا أي فلوس نشوفه رأسنا أقول يساوي لنا أي في، لكن برنولي قال قانون حفظ الطاقة موجود، إذن فلوين يساوي لنا فلوات. بايزلس الرجل دخل الفيسكوسيتي وطلع قيمة الفلو، طلع هاي المعادلة الخاصة بالفلو وشون نقيسها، لكن هاي هي نفسها أقدر أقول يساوي الكيو، شنو هي؟ مو الفلو يساوي لنا أي في، بما معناه أنه هذا تساوي لنا أي في. فشك عندنا فلو أيا كان يخص بايزلس يخص برنولي هو أي في ترى، بس هذاك قال أنه قانون حفظ الطاقة يشتغل وماكو مساواة، وهنا أنا قال لا يا بقى قانون حفظ الطاقة ما يشتغل وماكو مساواة، كل كيو في نقطة معينة لها قيمة معينة وفي تلك النقطة تساوي لنا أي في حسب الأي مالتها لتلك النقطة والفي مالتها في تلك النقطة. نعم. السلام عليكم دكتورة. انتهى الوقت، هذا آخر سؤال استقبله منكم لن 29 دقيقة إن شاء الله. يتفضل عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة بس أسأل شو وقت الامتحانات مالت السمستر الأول؟ هو مفترض نهاية الكورس يوم 18/3، هذا الجدول الوزاري بدأ 6/12 أو لا مو 6/12، إيه 6/12 بدأ ينتهي 18/3، فوراها فترة أسبوعين توزع عليها الامتحانات. إحنا امتحاناتنا جامعة الكوفة مو كهن نفس اليوم لو لا؟ لا بالنسبة لأسوان فقط، أسوان مو لا مو نفس اليوم، يعني حتى بقية الأسات السمسترات عندكم بيبر 1 بيبر 2 يوم على يوم يومين فقط، بالأسوان المواد تكون منفصلة فنوزع، يعني تقريبا كم مادة تاخذوها 6 أو 7 ما أعرف، هاي توزع على فترة الأسبوع، يعني كل يوم امتحان غير هيك؟ أي نعم، يعني الفيزياء واحدة تمتحنون اليوم تروحون تمتحنون فيزياء، غير وقت تروحون تمتحنون كذا أساسيات أو مو شرط تروحون، هي إلكترونية غالبيتها، وإذا وقت الأمور كما هي وزينة فأتوقع تبقى حضورية، وإذا الأمور لا والله شو هي الأجواء مو تمام شوية ممكن يحولوها لإلكترونية، ممكن ما أعرف الله أعلم. تمام دكتورة، يعني هي تبدي 18/3 وتكمل بشهر رابع غير هيك لا ولا 18/3 لحد ما أعرف، أتوقع منطيها أسبوعين أو أكثر للامتحانات وللنتائج هيك، يعني 18 أوكي. آخر يوم للتدريس يا صالح يوم خميس، آخر يوم للتدريس يوم 18. تمام دكتورة شكرا. يا أهلا وسهلا طلاب، نشكر تواجدكم وأسئلتكم المطروحة، وشكر خاص لكل اللي شاركوا، فعلا أنتوا اللي دات يعني تنطون حياة للمحاضرة ودات تفيدوني كذلك، أسئلتكم المطروحة اللي بعض مرات ما تجي على بالي بس فعلا دات تخلوني أروح أقرأ بعد وأحصل معلومات أكثر وأحاول أفيدكم بالشكل الأفضل. شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله. This session is no longer being recorded. شي خلصنا؟ الحمد لله والشكر. يلا اخوان فيما لا.